بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أصدقائي طلبة كلية الحقوق، أهلا ومرحبا بكم في سنتر النجاري، في ابن كامل النجاري. ألتقي بكم عشان نراجع مع بعض إن شاء الله مادة العقود التجارية. مادة العقود التجارية ولازم بتتناول العقود وعقد البيع التجاري. إحنا درسنا عقد البيع المدني، فإحنا دلوقتي هندرس عقد البيع التجاري. بيقول لنا تعريف عقد البيع التجاري، هو عقد زي اي عقد، ايجاب وقبول طرفين. هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع، يبقى انا عندي الطرف الاولاني اللي بايع، بان ينقل ملكيه شيء اللي هو محل البيع. ببيع لك عربيه، ببيع لك ارض، ببيع لك باكو شاي، نقل ملكيه شيء او حق مالي اخر. ممكن يكون ببيع لك انتفاع شقه لمده 59 سنه، ماشي كده؟ يبقى انا لما ببيع لك انتفاع مش ببيع لك ملكيه، ما بنقلكش ملكيه. يبقى اما ان انا بنقل لك ملكيه شيء، بنقل لك ملكيه الشقه او حق انتفاع او حق مالي اخر في مقابل ثمن نقدي. في مقابل ثمن لازم يكون المبلغ ايه؟ نقدا. ليه يا اولاد لازم يكون نقدا؟ لانه لو مش نقدا ابقى انا خرجت من عقد البيع ودخلت في ما يسمى بعقد المقايضه، صح كده؟ وده له احكام ثانيه، لكن انا بتكلم عن عقد البيع. هو عقد بيلتزم فيه البائع بانه ينقل ملكيه شيء او حق مالي اخر الى شخص اخر اسمه المشتري، وده بيكون مقابل ثمن نقدي. نطاق تطبيق الاحكام على البيع التجاري، يعني عايزين التعريف ده اللي هو بيتقال على البيع عموما عايزين نطبقه على البيع التجارية. ان يكون البيع وارد على بضاعة، يبقى لازم احنا هنا بنتكلم عن تجار مع بعض، يبقى لازم المحل بضاعة، يجب ان يرد البيع على بضاعة زي ما قلنا. الا يكون البيع خاضعا لاحكام قوانين خاصة، هناك بيوع بيحكمها قانون خاص، لا هنا انا عايز بيع للبضاعه وما تكونش خاضعه لقانون بينظمها. زي ايه مثلا قانون خاص؟ ما هو ممكن يكون انا تاجر سفن بس بيع السفينه له احكام خاصه لازم تكون بورقه رسميه و لا انا مش بتكلم عن ده، انا بتكلم في المطلق لازم بكون ببيع بضاعه، اثنين ما يكونش ليها احكام خاصه بتحكمها. يبرم عقد البيع ما بين اثنين تجار، يبقى خدوا بالكم يا اولاد، يبقى التاجر اللي بيبيع السيير للزبونه مش ده عقد بيع تجاري. ليه؟ لان الطرف الثاني مدني اللي هي الزبونه، لا انا بتكلم عن تاجر جمله مع تاجر تجزئه، بيوع تجاريه، تجار مع بعضهم والمحل بضاعه، والبضاعه دي مش خاضعه لتنظيم قانوني خاص بيها. التزامات البائع، يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع، اي بياع الالتزام بان هو يسلم الشيء المبيع. يكون التسليم ازاي؟ بانه يحط الشيء تحت تصرف المشتري، ابقى انا سلمته لك، لما يحطه لك تحت تصرفك يبقى انا سلمته لك. طب ازاي هحط الشيء تحت تصرف المشتري؟ والله المساله دي تتوقف على طبيعه الشيء. هل الشيء ده احنا بنتكلم عن سوائل، بنتكلم عن بضاعة اكل، بنتكلم عن قطع غيار، الات، بنتكلم بحسب طبيعة الشيء بيتم ايه تسليمه او وضعه تحت يد الايه المشتري. معاد التسليم امتى في البيع التجارية؟ الاصل ان الميعاد بيتحدد بحسب الاتفاق، يقول له انا عايزك تبعت لي كل شهر كمية، خلاص يبقى كل شهر. يقول له حاجة خدها منك بعد 15 يوم، يبقى بعد 15 يوم بحسب الاتفاق. قد يتفق المتبايعان على منح المشتري مكانة التحديد، بمعنى ايه؟ يعني يجي المشتري يشتري كمية ويدفع ثمنها ويقول له كل ما عاوز منك حاجة هتصل بيك، اقول لك ابعت لي كذا، ابعت لي كذا، ابعت لي كذا بحسب احتياجاتي، عادي. ما انا تاجر وعندي البضاعة واللي تطلبه هبعته لك طالما دفعت الثمن دلوقتي، خلاص يبقى هي حسب. ممكن جدا هل ممكن ندي للمشتري الحق انه يحدد ميعاد التسليم؟ ايوه ممكن جدا، ماشي كده.
بس لازم طبعا نديله الرينج اللي يسمح للبايع ان هو يحضر الايه البضاعه دي. موضوع التسليم، اللي بيتسلم محل العقد البضاعه، شوف انت اتفقتوا على ايه، وحسب البضاعه اللي انتوا اتفقتوا عليها هو ده المحل. المقصود بالمحل الشيء اللي احنا اتفقنا عليه، نوع البضاعه اللي احنا اتفقنا عليها، جودتها، كميتها، و انتقال تبعه الهلاك. يعني ايه انتقال تبعه الهلاك؟ يعني الحاجه اللي انت اشتريتها دي لو هلكت مين اللي هيتحمل نتيجتها؟ والله هي في ايد مين؟ ما اذا كانت لسه في ايد البائع وما قامش بتسلمها للمشتري، يبقى اللي هيتحمل تبعه الهلاك البائع. اذا البائع سلمها للمشتري، انتقلت للمشتري وهلكت، يبقى اللي هيتحمل تبعه الهلاك في الحاله دي المشتري. لكن احنا عندنا في بسبب حاله، متى هلك المبيع بقوه قاهره او حادث فجائي قبل تسليمه، تحمل البائع تبعه الهلاك. وهنا هينفسخ العقد يا اولاد. يعني ايه هينفسخ؟ يعني البائع مش ملزم انه يجيب حاجه تانيه او يدفع تعويض للمشتري. ليه؟ لان الهلاك بقوه قاهره. لكن لو الهلاك بسبب ان انا البياع رحت بعتها لواحد بسعر اعلى من اللي انا بعت لك بيه، عليا ان انا ادفع لك تعويض. لان يعني انت اشتريت مني واتفقنا وانا لسه ما سلمتكش، فجالي زبون تاني بسعر اعلى فبعتها له، جيت انت تستلم ما لقيتش، من حقك ترجع عليا بالتعويض. اشتريت مني ولسه ما استلمتش، جت قوه قاهره ساقطه نزلت بوظت البضاعه، النظره بوظت البضاعه، ما تفعلكش تعويض لان دي قوه قاهره. عرفنا الفرق بين الاثنين يا سلام كده؟ اه. جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم، يستطيع المشتري انه يطلب بالتنفيذ العيني اذا توفرت شروط التنفيذ العيني، ان يكون التنفيذ العيني ممكنا وليس مرهقا، او ان انا اطلب الفسخ مع التعويض. انا عايز فسخ العقد مع التعويض عما اصابني من ايه ضعف. مكنه الاستبدال، يعني ايه مكنه الاستبدال يا ولاد؟ يعني انا كمشتري طلبت من البياع انه يجيب لي الحاجه ما جابهاليش، ابعت له اعذار، واذا ما جابليش الحاجه اعمل ايه؟ انزل السوق واشتري الحاجه اللي انا تعاقدت معاه عليها على حسابه هو. يعني ايه على حسابه؟ يعني لو انا اشتريتها منه ب 8000 فهو ما جابهاليش، رحت انا راعت له اعذار، عدت المده ما جاش، رحت نازل شاريها ب 9500، يبقى انا هدفع 8000 وهو هيتحمل ال 1500. عرفتوا بقى الحته دي؟ ان انا بنزل اشتري على حسابه هو. اتفضل. عادة يا شباب احنا قلنا اذا البياع ما نفذش الالتزام بتاعه، اذا البياع ما نفذش، احنا لسه في السؤال الاولاني، اذا البياع ما نفذش الالتزام بتاعه، يبقى في الحالة دي من حق المشتري انه يطالب ايه؟ بالفسخ مع التعويض. يبقى عارفين كده من الاول ان القضاء ما بيحبش يحكم بالفسخ، وبيقتصد في حالات الفسخ. طيب ايه البديل اللي ممكن القاضي يحكم بيه عشان يتفادى الفسخ؟ اول حاجه انقاص الثمن. يعني يجي يقول لك يا سيدي هو غلط واتاخر عليك، و يا سيدي هو غلط وبعت لك خامه اقل من اللي انتم متفقين عليها. فاهمين؟ اه. يا سيدي هو غلط وبعت لك كميه اقل من الكميه اللي انتم متفقين عليها، كميه اقل، خامه اقل، تاخير في الميعاد. طيب وده اصابك بضرر، ايه رايك يرضيك ان احنا ننزل الثمن من كذا لكذا؟ والله اذا كان نزول الثمن ده يجبر الضرر اللي اصاب المشتري، وان الخامه بجودتها الاقل دي هتشتغل وتمشي معاه، يجوز للقاضي ان هو يحكم بانقاص الثمن عشان يتفادى الحكم بالفسخ. فهمنا الحته دي؟ اسمها انقاص الايه؟ الثمن. ان يكون المشتري قد تسلم المبيع فعلا، ألا ينشأ عن النقص أن يصير المبيع غير صالح. ما هو أحيانا لما الكمية تقل يبقى الكمية كلها ما تنفعش، لازم يكون لما الكمية تقل اللي موجود ينفع يشتغل معانا. ماشي كده؟ أن يسارع المشتري إلى إخطار البائع بعدم مطابقة الصنف اللي أنت جايبهولي ده اللي أنا متفق معاه خلال 15 يوم.
على المشتري أن يقيم دعوة إنقاص الثمن خلال 60 يوم، هنا هيحكمنا القاضي بإنقاص الثمن طالما توفرت الشروط اللي احنا قلنا عليها. طيب إذا تبين إن الكمية زيادة اللي أنا ورطتها لك، قدامنا حاجة من اتنين، هل البضاعة دي تقبل التبعيض، نقدر نشيل الزيادة ونرجعها، ولا هي ما تقبلش التبعيض على بعضها كده؟ يعني أنا ببيع لك بقر جاموس وطلع الوزن أكتر من الوزن، ما أنا مش هقدر أقطع فخدة من الجاموس الصحية وإلى آخره. يبقى قدامنا حاجة من اتنين، لا تدفع الزيادة لا نفسخ لا نفسخ العقد، ما عندناش حل تاني. احيانا يا شباب رغم وجود الحكم بتنقيص الثمن ده، فكره تنقيص الثمن ما تنفعش، احيانا لازم نحكم بالفسخ. ده ممكن تكون ورطت لي 99% ونحكم بالفسخ، معقوله؟ تعالوا نتخيل ان انا بشتري منك مطبعه، والمطبعه دي عباره عن اجزاء، انت بعتي لي الموتور وبعتي لي الشاسيه وبعتي لي التروس وبعتي لي الطومبات وبعتي لي كل حاجه جت، ما عدا ترس صغير قد كده، والترس ده لو ما جاش المطبعه كلها مش هتشتغل. يبقى تيجي تقولي لي لا انقص الثمن، انا بعت لك 99% منها، لا ولا هي ولا تلزمني اصلا من غير الترس ده. يبقى في الحاله دي يا اولاد يبقى ليس امام القاضي الا انه يحكم بالايه؟ بالفسخ، لان صحيح الكميه القليله اللي ناقصه قليله، لكن هي اللي هتشغل الايه؟ الموضوع كله. عندي يا اولاد بعد كده التزامات المشتري، ده بالنسبة لالتزامات البائع، ان هو يسلم في الزمان المتفق عليه، يسلم في المكان المتفق عليه، ان يضع الشيء تحت تصرف المشتري بتسليمه له عشان يتمكن منه يستفيد منه. طب التزامات المشتري بقى، اكيد اول التزام على المشتري انه يدفع الثمن، الوفاء بالثمن. طب ازاي نقدر الثمن يا اولاد؟ والله المفروض ان الاثنين متفقين على الثمن من الاول، لكن تعالوا ناخد حالات تانية. اذا كان هناك تعامل سابق بين الطرفين في صنف معين بسعر معين، وبيتم التوريد بصفة دورية يوميا او اسبوعيا او وطالما ما حصلش كلام تاني بين الطرفين، يبقى التوريد اللي بيتم بايه؟ بنفس السعر اللي احنا متفقين عليه، اللي بيتم التوريد عليه، اللي هو بنقول عليه السعر الذي جرى عليه التعامل. طالما ما حصلش انك قلت لي ان السعر زاد او ما حصلش كلام بينا، يبقى كل تعامل هيتم احنا متفقين انه بالسعر اللي احنا بنتعامل بيه. ممكن الاتفاق اللي بينا اساسا ان السعر يتحدد حسب سعر السوق، يبقى في الحالة دي السعر بيتغير بتغيير السعر فين؟ في السوق. أنهي سوق؟ السوق اللي احنا تعاقدنا فيه، أو السوق اللي قريب مننا اللي بيبيع السلعة دي، نشوف السعر كام يبقى هو ده السعر. يبقى إما جرى تعامل بيننا، أو ده في حالة إن احنا ساكتين العقد ما بيتكلمش، أو السوق سعره كام. في طريقة ثالثة بقى، وهي ان احنا نفوض شخص ان هو الايه؟ يحدد السعر. وخدوا بالكم ان في الحاله دي يا اولاد يبقى عقد البيع عقد معلق على شرط واقف. خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله، اذا فوضنا شخص ثالث هو اللي هيحدد السعر، يبقى عقد البيع انعقد وغير نافذ ومعلق على شرط واقف، هو ان الشخص الثالث ده يجي يحدد السعر. وفي الحالة دي لما يجي يحدد السعر، السعر اللي هو هيقوله ملزم للطرفين، ملزم لمين؟ ولا ده يقدر يتكلم ولا ده يقدر يعترض، ملزم للايه؟ للطرفين. بابل شيل، هل يا ولاد يعتبر في الحالة دي خبير؟ لا. هل يعتبر محكم؟ لا، لا هو خبير ولا هو محكم، ده شخص مسمن
يهتم إلا هو كبير، لأن الكبير رأيه استشاري. فاهمين يا أولاد؟ آه. لكن هو محكم، هو مسمم وليس محكم ولا خبير. فهمنا الكلام الكويس اللي أنا بقوله ده؟ عقد بيع معلق على شرط واقف، لا هو كبير ولا هو محكم، هو مسمم. والسعر اللي هو هيقوله ماله؟ ملزم للطرفين، محدش يقدر يتراجع فيه طالما متفقين ان الشخص ده هو اللي هيحدد الثمن. اثبات الوفاء بالثمن يا اولاد، يجوز للمشتري اللي وفى الثمن ان هو يطلب من البائع. خدوا بالكم احنا بنفترض هنا حاجه، لان في الطلبه ما بيفهموهاش. هنا احنا بنفترض ان الثمن هيدفع بعدين عشان تفهموا الكلام. يقول لي يجوز للمشتري انه يطلب من البائع قائمه شروط مبيعات محدد عليها الثمن، فيبعت لي بيان ان البضاعه اللي جايه لك هي كذا وكذا وكذا، ده البائع اللي بيكتبها، وبيحط لي قدام كل واحد السعر بتاعه، ويعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المشتري خلال 10 ايام. يبقى لو القائمه دي جات لي خلال 10 ايام، ما اقدرش بعد كده لما اجي ادفع او لما نيجي نتفق اقول انا معترض على السعر ده، السعر غالي. طالما عدى 10 ايام سكوت انا على القائمه اللي جات لي بالاسعار اللي مكتوبه فيها، يبقى انا قبلت الاسعار دي وملزم ان انا ادفع بالاسعار دي. جزاء الاخلال بالالتزام بالثمن، هيرفع قضيه يطلب التنفيذ العيني، والتنفيذ العيني مع الوفاء بالثمن مع الفوائد، مع الايه؟ مع فوائد الايه؟ التاخير. ويقدر البائع يعيد بيع البضاعة مرة تانية، لأن هو له حق الحبس. عارفين حق الحبس؟ إن أنا أحتجز البضاعة عندي لغاية ما تجيب الفلوس. طيب سعر البضاعة نزل، خدوا بالكم أنا حبيتها، سعر البضاعة دي نزل، فأنا هضطر أبيعها كبياع، هبيعها بثمن إيه؟ أقل من اللي أنا بعتهولك. الفرق أنت هتدفعه، الفرق انت هتدفعه، لان خلاص انا تعاقدت معاك على سعر ب10، وبعدين انت ما جيتش تستلم، ما دفعتليش الفلوس، انا حبست البضاعه، سيادتك برضو ما جيتش، رحت بايع البضاعه ب8، الاثنين دول انت اللي هتتحملهم، لان انا ليا الحق في الحبس والاسعار نزلت. يتم التسليم يا اولاد، والتسليم معناه قلنا ان احنا بنحط البضاعه دي تحت تصرف المشتري، ده كان التزام من البائع. لكن هل المشتري عليه التزام انه يستلم؟ اه، احنا اتكلمنا عن التسليم كالتزام للبائع، لكن في الاستلام كالتزام للمشتري. ليه يا اولاد؟ لان المعرض يا دوب يشيل عربيتين، وانت جيت اشتريت مني العربيه او العربيتين، ويبقى انت عليك التزام انك تيجي تاخدهم عشان اقدر احط عربيتين ثانيه، ما انا ما عنديش مكان. فاهمين يا اولاد كده؟ او مخزن لازم افضيه عشان انزل بضاعه ثانيه، يبقى انت عليك التزام، وابعت لك اعذار اقول لك تعالى خد البضاعه بتاعتك، ولو ما جيتش هبيعها على حسابك. بعد كده بنتكلم عن البيع بثمن مفروض. هل يجوز البيع بثمن مفروض؟ يعني ايه البيع بثمن مفروض يا اولاد؟ يعني توشيبا العربي بيورد لي انا في اسكندريه ثلاجات وبوتاجازات وتلفزيونات و و و، اكيد طبعا توشيبا العربي لما يورد لي اكيد في العقد بيقول لي الثلاجه دي بتتباع ب 8500 جنيه، الثلاجه دي بتتباع ب 12000. يعني ب 12000 لو انا بعتها ب 11.5 عشان اجيب زباين واضرب اللي جنبي، لا يفسخ العقد على طول. ليه؟ لأن أنا بوظت له سمعة المنتج بتاعه، فاهمين يا شباب كده؟ وبالتالي هل يجوز للبائع إنه يفرض على المشتري إنه يبيع بثمن معين وما ينزلش عنه؟ أه طبعًا، وهذا الشرط يا أولاد صحيح، ويعترف به الإيه؟ المشرع، أقر المشرع كأصل عام صحة شرط البيع بثمن مفروض، بس الشرط ده ما يمتدش الى خلف المين؟ خلف المشتري. يعني لو حد اشترى من الراجل ده الثلاجه ب 8.5 زي توشيبا ما قال له، اللي اشتراها ب 8.5 هيبيعها ب 8، هو حر بقى.
فاهمين يا شباب كده؟ ليه؟ لان هو اصلا مفيش تعاقد بينه وبين توشيبا. فريده بيحرق بضاعه عشان يلم فلوس عليه كمبيالا ولا حاجه، هو حر من دعوه بيه. الالتزام ببيع بثمن مفروض على المتعاقد بعقد فيه الشرط ده، اما خلفه فلا يلتزم بهذا الايه الشرط. معايا؟ بعد كده يا اولاد البيع بالتقسيط. ايه البيع بالتقسيط ده يا اولاد؟ البيع بالتقسيط ده انا بتكلم عن البيع ما بين تجار، ما بتكلمش عن واحد بيشتري تلفزيون، لا بتكلم عن البيع بين التجار. البيع بالتقسيط نوع من البيوع الائتمانيه، بيدفع الثمن فيه على اقساط عاده دوريه، كل شهر كل اسبوع كل حسب الاتفاق. شروط البيع بالتقسيط: البائع يجب ألا يقل رأس ماله، ما تضحكوش، يجب ألا يقل رأس مال البائع التاجر اللي بيشتغل بالتقسيط في السوق ما يقلش عن 3000 جنيه، ماشي كده؟ ولعل من المناسب إن إحنا لازم نعيد النظر، ده الدكتور بيقول يعني عيب قوي الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، 3000 جنيه ده القسط، مش ثمن الإيه؟ مش رأس مال تاجر بيشتغل بالقسط، ماشي كده؟ لابد ان هو يمسك سجل خاص لقيد العمليات اللي هو بيقوم بيها، التوريد والبيع والى اخره. لازم يمسك حساب منتظم بالايرادات والمصروفات الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط. ده بالنسبة للبيع. المبيع يا اولاد لازم بنتكلم عن منقول مادي، ما بنتكلمش عن اراضي ولا على عقارات، احنا بنتكلم عن منقول مادي. الشرط الشكلي لازم يتكتب عقد البيع من نسختين، في ايد البائع نسخة وفي ايد المشتري نسخة تانية. واجبات المشتري عن الالتزام بانه يدفع الاقساط في مواعيدها. حظر التصرف في المبيع. القاعدة يا اولاد انه لا يجوز للي اشترى حاجة بالقسط ان هو يتصرف فيها، ان هو يبيعها قبل ما يوفي الثمن بتاعها، قبل اداء كل الاقساط. لا يكون التصرف نافذا في حق البائع. يعني ايه يا اولاد؟ يعني انا بعت لك حاجة بالتقسيط، انت رحت بعتها لها، البيعة دي مش نافذة في مواجهتي انا. يعني ايه مش نافذة؟ يعني البيعة بينك وبينها صحيحة ومرتبه لاثارها، لكن لو انا عايز احجز على الحاجه دي اقدر احجز عليها، لان رغم ان البيع بينك وبينها صحيحه ونافذه، لكن مش نافذه في مواجهتي انا، فانا اقدر احجز على على البضاعه. ضمانات البائع بالتقسيط: يقدر يطلب الفسخ، رجع البيعه مره ثانيه، الاتفاق على حلول الثمن باكمله. يعني لو كنت سيادتك دفعتي 4 5 اقساط ولسه 10 اقساط، انا عايز الاقساط كلها دلوقتي، طالما انت بعت الحاجه دي الاتفاق على حلول الثمن بالكامل، ماشي؟ عند عدم دفع احد الاقساط، بس طبعا القانون تدخل وقال هذا الشرط تعسفي، عند دفع احد الاقساط يتفسخ. لا، يجوز للبائع ان يطلب، تنظيم القانون اللي هقوله ده، يجوز للبائع ان يطلب الفسخ متى امتنع المشتري عن سداد قسطين متتاليين، يعني قسطين ورا بعض، ساعتها يبدا البائع يطلب الفسخ. لكن الفسخ بمجرد عدم سداد احد الاقساط لا. هناك حيلة بيلجأ لها البياعين بالقسط يا أولاد، وهي إن هو يحتفظ بملكية الشيء المبيع لنفسه إلى أن يتم الوفاء بالقسط الأخير، ماشي كده يا أولاد؟ وهنا بنقول يا أولاد شرط واقف وشرط فاسخ، هو هنا معلق على شرط واقف وشرط فاسخ. يعني إيه شرط واقف وشرط فاسخ في نفس الوقت؟ يعني البيعة واقفة على شرط واقف، لما تسدد القسط الأخير يبقى الشرط الواقف تحقق والبيعة بقت بتاعتك. وشرط فاسخ يعني إيه؟ يعني أنت كنت مأجرة الحاجة دي، ها؟ وبتدفعي الإيجار، مش بتدفعي إقساط، وبتدفعي الإيه؟ الإيجار، لغاية ما تدفعي القسط الأخير يتفسخ العقد بتاع الإيجار. يبقى هو عقد ايجار، بدأ عقد ايجار الاول، وانت واخده الحاجه دي بتدفعي لي ايجار مش بتدفعي اقساط، لغايه ما تدفعي القسط الاخير. لما تدفعي القسط الاخير يتفسخ عقد الايجار وينفذ عقد البيع وتنتقل ملكيه الشيء المبيع ليك. فهمت يا شباب كده؟
بعد كده يا أولاد عندنا حاجة اسمها الرهن. الرهن التجاري. تعريف الرهن يا أولاد، الرهن معناه إن في واحد محتاج فلوس وعنده بضاعة، بيقدم البضاعة دي كرهن كضمان للقرض اللي هو هيحصل عليه، لما يبقى يسدد القرض يرجع يسترد البضاعة مرة ثانية. انعقاد الرهن يا أولاد، الرهن عقد اتفاقي، وده الفرق اللي بينه وبين الاختصاص، لأن الاختصاص بيبقى بأمر القاضي، لكن الرهن يا أولاد ده بيجي بالاتفاق. الدين المضمون، احنا بنتكلم عن دين تجاري، بنتكلم عن دين تجاري لان انا بتكلم عن رهون تجارية، وبالتالي المبلغ اللي انا واخده ده مبلغ هشتغل بيه في التجارة، عشان يبقى الرهن بتاعي رهن ايه؟ تجاري. محل الرهن، يرد الرهن على منقوش، فلا يعد رهن العقار رهن تجاري. انا مش بقدم بيت ولا حتة ارض، ده انا بقدم بضاعة منقول ضمان للبضاعة للقرض بتاعي. يا اولاد الرهن التجاري رهن حيازي دائما، مش رهن رسمي زي اللي خدناه، ده رهن حيازي. ليه؟ لان انا بنقلك الخشب. خدوا بالك يا اولاد، مش لازم انقل الخشب واوديه مخازن البنك. الخشب نزل من المينا في اسكندريه ومحطوط في المخازن في اسكندريه، انا بروح البنك برهن الخشب وهو في مكانه، بس بدل ما هو بتاعي بينتقل لحيازه البنك، وبيبقى محطوط عليه ورقه كده ان ده مرهون للبنك الاهلي مقابل القرض اللي انا خدته من البنك. طبعا يا اولاد انا قلت لكم بحط ورقه عليه. يا ولاد الورقة اللي عليه دي معناها نقل الحيازة، كأني نقلت البضاعة ودخلتها مخازن البنك انا وهي في مكانها، حطيت عليها ورقة ان دي مرهونة للبنك، مثلا للبنك الاهلي، يبقى كده انتقلت الحيازة، بدل ما الخشب ده في حيازة صاحبه ده اصبح في حيازة البنك اللي اداني القرض. المنقولات المادية كالبضايع والأجهزة تنتقل حيازتها بتسليمها تسليم فعلي، أخدها وأوديها البنك، أو توضع البضاعة تحت تصرف الدائن في مكانها وخليها تحت تصرف البنك، يقدر يبيعها ويقدر يحجز عليها وهو إلى آخره. يعتبر نقلا للحيازة إيداع البضاعة في مخزن استأجره الدائن. يعني ممكن مخازن البنك في اسكندرية انا اجيب البضاعة وادخلها مخازن البنك في اسكندرية اللي مأجرها البنك نفسه. المنقولات المعنوية بقى اللي برهنها، يعني ايه منقولات معنوية يا اولاد؟ يعني انا هاخد قرض من البنك وحدله بدلها اسهم وسندات وحاجات زي كده. المنقولات المعنوية كالاسهم والسندات ممكن سعرها ينزل ولا مش ممكن يا اولاد؟ ممكن سعرها ليتحسب لانهيار القيمه الماليه. يا اولاد لازم يكون كميه الاسهم والسندات اكبر بكتير من قيمه القرض اللي انا باخده، يعني ما ينفعش اخد منه 100,000 جنيه واديله اسهم وسندات اقل من 150,000 جنيه تحسبا، لان ممكن الاسهم والسندات دي قيمتها تنزل. يا ولاد عندنا هنا بنميز بين حاجتين، الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها أو لأمر أو لإسمية. لحامله مفيش مشكلة، لحامله هشيل الورقة وديها للبنك، هي الورقة بطبيعتها لحامله، يبقى اللي معاه الورقة هي بتاعته، وبالتالي يا ولاد دي خطر جدا. ليه؟ لأن أنا بديها للبنك خلاص بقت بتاعة البنك، البنك لو اداها لحد بقت بتاعة الحد، هي لحامله هو. لأن الصك لحامله المنقول المادي تماما، لأن الحق يندمج في الصك نفسه. الصكوك الإذنية وطن لا، دي لازم أظهرها. يعني إيه لازم أظهرها؟ في حاجة اسمها يا أولاد التظهير النقل للملكية، وفي التظهير التأميني، وفي التظهير التوكيلي. التوكيلي بظهر لك الكمبيالات عشان تروح تلم فلوسها وتجيبها لي، يبقى أنا وكلتك. التظهير النقل للملكية يعني انا خدت منك بضاعة وتنزلت لك عن الكمبيالة. التظهير التأميني يعني انا خدت قرض من البنك وبظهرها، بقول هذه الورقة مظهرة لبنك مصر نظير قرض اجمالي كذا،
وبالتالي يا شباب يبقى انا واخد منك، مديك ورق ب150,000 واخد منك 100,000 بس بتظهير تاميني، يبقى اللي حامله حدها لك وخلاص. اذا كانت لاذن او لامر او اسميه لازم اظهرها عشان تنتقل ملكيتها مني ليك، يبقى انا معترف ان انا مديها لك. ماشي يا ما كانت لاستبدالي او لا، طبعا ممكن جدا اكون اللي انا رهنته لك ده كمثرى جوافه موجوده فين؟ في حاجه اسمها الثلاجات يا جماعه، الثلاجات كبيره كده العربيات بتخشها وتنزل فيها. طيب الكمثرى دي ما ينفعش تقعد اكتر من كده خلاص، ولسه القرض ما جاش معاد، الجوافه دي ما ينفعش ده. يبقى في الحاله دي ممكن جدا اخرج الجوافه دي وادخل الجوافه دي، اخرج الكمثرى دي وادخل الكمثرى دي، اخرج الموز ده وادخل الموز ده، مفيش مشكله خالص. بالعكس ده لصالح الطرفين، لصالح الراهن عشان البضاعه ما تبص، ولصالح المرتهن عشان يضمن ان في ايده الحاجه اللي في ايده صالحه كمان. آثار الرهن التجاري، بيترتب على الرهن التجاري إيه يا أولاد؟ أولاً التزام الدائن، أنتوا عارفين مين الدائن ومين المدين؟ المدين اللي خد القرض، والدائن المرتهن اللي هو البنك. واحد، التزام الدائن المرتهن بالمحافظة على المال. أيوه، ما هو الحيازة اتنقلت لمين؟ للبنك، وبالتالي يبقى الحاجة في إيد البنك هو اللي مطالب بإن هو يحافظ على المال. إمبارح كنا بناخد الرهن الرسمي، قلنا المدين الراهن، المدين يحافظ على المال. النهارده بنقول الدائن المرتهن، لان النهارده بنتكلم عن رهن حيازي. التزام الراهن اللي خد الفلوس، التزام الراهن بضمان قيمه الشيء المرهون. يعني لو انا راهن ذهب وقيمته نزلت، لو انا راهن اسهم وسندات وقيمتها نزلت، انا التزم بان اجيب لك ذهب تاني او ان اجيب لك اسهم وسندات تانية عشان يبقى المال اللي تحت ايدك يغطي القرض اللي انا واخده منك. التزام الراهن بضمان قيمة المال المرهون. التنفيذ على الشيء، جمع عادل ايه؟ السداد. سدد يا عم المديل، سدد القرض اللي عليك. ما سددش يا ولاد في 10 ايام تجاري، في 10 ايام هعمل ايه؟ اولا جال معاد، هروح باعت لك اعذار اقول لك ان انت عليك دين ليا وجا معاد وسيادتك ما سددتش، لو سمحت سدد والا حد انفذ ضدك. مجرد الورقه اللي بينك، عدى 5 ايام وسيادتك ما جتش، هطلع على القاضي اقول له العقد اهو والعقد اهو، وانا الاعذار اللي انا بعته له اهو، واستنيت 5 ايام عدوا خلاص، ال5 ايام يا فندم اهو، يتاكد يروح مديني اذن بالبيع. ابيع؟ لا. اروح باعته له تاني اقول له انا مش بهزر، انا قلت لك ان انا حابة وانا خدت اذن من القاضي اهو بالبيع، واستنى كمان 5 ايام كمان، ماشي كده؟ عنده ال5 ايام التانيين ابيع في الزمان والمكان اللي حدده القاضي وبالطريقه اللي حددها القاضي، وانت حر بقى خلاص، المساله كده انتهت. هل يجوز ان البنك وهو بيديني القرض يكتب لي في العقد كده واذا ما سددتش انا اتملك البضاعه المرهونه دي، ولو في فرق اديهولك؟ هل يجوز؟ لا. ليه يا اولاد ما ينفعش؟ ليه؟ لان مين قال لك ان البنك ده هو رقم واحد في الدائنين المرتهنين؟ مش يمكن في دائن مرتهن قبليه ودائن مرتهن قبليه ودائن مرتهن قبليه؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ماشي كده؟ ممكن يكون هو ترتيبه مش الاولاني. طيب مين اللي يديله الحق في ان هو ياخد فلوسه بالكامل وان في دائنين قبل منه؟ ما انا ممكن راهن الحاجه دي مش راهن حيازي. ماشي كده؟ يبقى في الحالة دي يا أولاد في دائنين تانيين لازم نبقى عارفين مركز الدائنين إيه، ما ينفعش حد يقول أنا أتملك، فإحنا هنا بنتكلم على منقول، والمنقول ما ينفعش إلا رهن حيازي، لأن رهن الرسم ما ينفعش إلا على العقارات، لكن مين قال لك إن ده الدائن الوحيد؟ معايا يا شباب كده؟ وبالتالي ليه الدائن ده ياخد أولوية على غيره؟ بطلان الاتفاق على البيع دون اتباع اجراءات. طب ممكن نتفق على ان احنا نبيع
بطريقه سهله شويه بلاش. لا ما ينفعش. ومين اللي يجيب حق الدائنين التانيين؟ انتوا هتتامروا مع بعض. ها لازم البيع يتم بالطريقه اللي قال عليها القانون. ما ينفعش حق شرط التمليك، وما ينفعش تبيع الا بالمزاد العالمي. ليه؟ عشان نضمن ان احنا نحصل على اعلى ايراد ممكن. انت كدائن تاخد فلوسك والدائنين التانيين ما يضروش برضه. ايوه بس ما اقدرش اخدها، ما اقدرش استملكها. لا مش في ده، في دائنين عاديين، دائنين مش مرهون لهم، في دائنين مش مرهون لهم. يعني 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 انا خدت قرض منها ومرهنتلهاش، وخدت قرض منته ومرهنتلوش، وخدت قرض منك ورهنتلك المنقول ده. ماشي كده؟ ليه بتقولي ان انا اتملكه؟ طب ما انت هيبقى في تواطؤ بيني وبينك. هو ب 100,000 هملكهولك ب 50 عشان هم عشان اضيعهم. وليه تبيعيه بطريقه غير المزاد العلني؟ ده لازم ما تاخدهوش، ولازم يتباع علشان انت تاخدي فلوسك ويفضل فلوس للناس دي، عشان نضمن ان الحاجه دي تجيب اعلى سعر. فاهمه ازاي؟ لان في دائنين تانيين. برافو عليك. فاهمين يا شباب كده؟ ينقض الرهن بانقضاء الدين، كل ان انت تروح في الميعاد وتسدد يبقى كده انقضى الرهن. وينقض الرهن بهلاك محله، يعني البضاعه باظت اتحرقت، ما ينقض الرهن. ومن ساعتها هنتصرف مع بعض بقى، قلنا امبارح هنعمل ايه، تجيب لي حاجه تانية او الى اخره. او يا اولاد ينتهي الرهن باتحاد الملكيه. يعني ايه اتحاد الملكيه؟ يعني الشخص اللي راهن بقى هو اللي دائن المزام، بقى هو اللي مالك. كان العلاقه بين اب وابنه والاب مات، فبقى فاهمين يا ولاد كده، فبقى الابن بقى هو الوارث خلاص. بعد كده يا ولاد بنقول مين هو الوكيل التجاري. ده برضو من ضمن العقود، الوكالة التجارية. الوكيل التجاري هو كل شخص طبيعي او اعتباري، ممكن يكون طبيعي وممكن يكون اعتباري، بيقوم بصفة معتادة. كلمة معتادة تشير إلى إيه؟ شرط الاحتراف. الوكالة التجارية لا تكون إلا عن طريق الاحتراف، يعني مش حد بيعمل عملية كده وخلصت. لا، الوكالة التجارية لابد أن يكون محترفا عشان تثبت له الصفة التجارية. كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبط بعقد عمل. يعني إيه كلمة دون أن يكون مرتبط بعقد عمل؟ خدوا بالكم يا شباب، انا فاتح محل في اسكندريه ببيع منتجات توشيبا، تلفزيونات وثلاجات ومستلزمات، ونور بيشتغل في توشيبا معاها كتالوج تلفزيونات وثلاجات، هو بتلف على المركز القومي للبحوث للموظفين والاساتذه، وبتلف تروح جامعه القاهره للاساتذه و وتعرض المستلزمات والثلاجات. انا ببيع لتوشيبا وهي بتبيع لتوشيبا. الفرق اللي بيني وبينها، هي مرتبطه مع توشيبا بعقد عمل، انا مرتبط مع توشيبا بعقد وكاله. يبقى تعريف الوكيل هو اللي بيتولى الترويج بس مش مرتبط بعقد عمل. فهمتوا بقى كده يا ولاد؟ نطاق تطبيق احكام الوكاله يا ولاد، لا يجوز ان انا اعترف ان ده وكيل الا اذا كان محترفا في التعداد اللي خدناه. علشان يعتبر الوكيل تاجر لابد ان يمارس عمله باحتراف. نشاط الوكيل التجاري هو الترويج، التعاقد لحساب الاصيل. لابد ان يكون محترف، بيكررها ثاني. خصائص الوكاله التجاريه، الوكاله التجاريه عقد رضائي. خدوا بالكم يا شباب، احيانا حاجات بتبقى تبدو متناقضه. اولا لا يجوز ان حد يبقى وكيل حد تجاري الا اذا كان عقده بعقد مكتوب. ها؟ ويجي هنا يقول لي الوكالة التجارية عقد رضائي، يعني ينعقد بمجرد الإجابة والقبول بدون كتابة. إيه الحكاية؟ هنا يا أولاد بنقول إن الوكالة التجارية تنعقد صحيحة بمجرد الإجابة والقبول بدون كتابة. لكن لما يحصل نزاع الإثبات لا يكون إلا بالكتابة. مش كده؟ الإثبات لا يكون إلا بالإيه؟ بالكتابة. الوكالة التجارية عقد رضائي، المبدأ العام أن الوكالة عقد رضائي يكفي لانعقاده توافر الإجابة والقبول.
وطبعا يا اولاد هنا بتكلم عن مين؟ عن اثنين تجار. والاثبات في التجاري ها مين اللي هيقول؟ بكل طرق الاثبات حر، وبالتالي يا اولاد يجوز اثبات الوكاله التجاريه بكل طرق الاثبات، لكن عاده بيجري كتابه العقد عشان نحدد حقوق والتزامات كل طرف نرجع نثبتها ازاي. الوكاله التجاريه من عقود المعاوضه. وصل من كده ايه يا اولاد؟ ان لو حد خد على عاتقه انه يروج بضاعه حد من غير ما ياخد عموله ولا حاجه ما يبقاش وكيل تجاري. الوكالة التجارية لا تكون إلا بأجر، فهو عقد معاوضة، يعني الاثنين بيكسبوا من وراه. إذا في حد طرف من الاثنين مش هياخد عوض يبقى العقد مش عقد وكالة تجارية. نطاق الوكالة التجارية، الوكالة يا ولاد قد تكون عامة ومطلقة وقد تكون خاصة بمعاملات معينة. يعني إيه؟ يعني ممكن أنا أكون وكيل لكل منتجات توشيبا، ماشي، يبقى دي عامة ومطلقة كده، كل ما هو توشيبا أنا بجيبه. وأحيانا يا ولاد ببقى وكيل تجاري في سلعة معينة، في بضاعة معينة، في صفقة معينة أو إلى آخره. آثار الوكالة التجارية بقى يا أولاد، التزامات الوكيل التجاري، التزام بأنه يبذل العناية المنتظرة من التاجر الحريص، ده حكم شاذ، لأن دايما يا أولاد القاعدة الموجودة بيبقى إيه؟ عناية الشخص المعتاد. في الوكالة التجارية أنت مش مطلوب منك تبذل عناية الشخص المعتاد بس، لا، أنت مطلوب منك تبذل عناية التاجر الحريص في ماله. انت في مالك هتحافظ عليه ازاي؟ انت لازم تحافظ على مال توشيبا زي ما بتحافظ على مالك، وليس بمعيار الشخص المعتاد وانما بمعيار التاجر الحريص، مش كده؟ اثنين، علي التزام بان احترم تعليمات الموكل الاصيل. اذا قال لي بيع بسعر معين لازم ابيع بيه، اذا قال لي لازم خدمة ما بعد البيع لازم حافظ على التعليمات اللي هو ايه. اقف ما تبيعش، اقف ما بيعش، ابدا ابيع، التزم بالتعليمات بتاعته. بس هنا يا ولاد بنفرق ما بين حاجتين، التعليمات الآمرة والتعليمات البيانية. احيانا يديني تعليمات آمرة لا يجوز لي ان انا اخالفها، واحيانا بيديني تعليمات ارشادية اتعامل بها بحسب الايه؟ بحسب السوق. هل يصح للوكيل التجاري انه ينيب غيره؟ يعني انا وكلته شبه في اسكندرية، هل ممكن اتخذ ليا موزع في محرم بيه، موزع في المنشية، موزع في ميامي، موزع، هل يجوز؟ الاصل لا. ليه؟ لان الوكالة التجارية قايمة على الاعتبار الشخصي ولا مش اعتبار شخصي؟ يعني انا نقيتك انت بالذات تبقي وكيلة ليا من بين كل اللي تقدموا، نقيتك انت، ففي اعتبار شخصي. لكن ليس ثمة ما يمنع ان العهد اللي بيني وبينك ان انا اقول لك ويجوز ليكي ان انت تنيبي غيرك في التوزيع في مناطق مختلفة او في اوقات مختلفة او اذا كان العقد يسمح بكده يبقى مفيش مشكلة. بس لو مفيش العقد ميسمحش بكده يبقى الاصل يا اولاد ان عقد الوكالة عقد شخصي. تمام؟ في حد مخبط علينا؟ التزام الوكيل التجاري بألا يتعاقد مع نفسه. ليه اولاد الوكيل ما يتعاقدش مع نفسه ليه؟ لان في تعارض مصالح. تعالوا نتخيل على المستوى الصغير، انا بقول لك بيعيلي العربيه دي يا فرح، يبقى انت هتبيعيها لحسابي، يبقى المفروض ان انت بتبيعيها بتسعي لانك تبيعيها باقل سعر ولا اعلى سعر؟ اعلى سعر. طيب لما تحبي تشتري العربيه اللي انا قلت لك عليها لنفسك هتشتريها باقل سعر ولا اعلى سعر؟ يبقى ازاي انت عايزه تبيعي العربيه دي؟ انت عايزه تبيعي العربيه دي لحسابي باعلى سعر ولحسابك باقل سعر؟ في تضارب مصالح ولا لا؟ الاصل يا اولاد انه لا يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه. طبعا يا اولاد القاعده دي مش من النظام العام، يعني لو الثلاجه مثلا ثمنها في السوق كله ب8.5 وانت عايز ثلاجه في البيت وانت بتوزع لتوشيبا مش معقول مش هتاخد ثلاجه، طالما ما فيش الايه؟ الحكمه، تضارب المصالح، السعر محدد، طب ما ناخدها، ماشي كده؟
التزام الوكيل التجاري بالمحافظه على البضاعه طبعا ده التزام اصيل، لان هو امين عليها، ده هو عقد امانه، الوكاله دي عقد امانه يا اولاد، ماشي كده؟ التزام الوكيل التجاري بانه يقدم كشف حساب للاصيل في نهايه الفتره اللي هم متفقين عليها، كل اسبوع كل شهر، استلمت منك كذا وكذا وكذا، بعت لك كذا وكذا وكذا، دفعت لك كذا وكذا، عملت لك دعايه كذا، دفعت نقل كذا، يبقى الباقي كذا، العموله بتاعتي كذا، والخط بتاعك اهو. كشف حساب لازم يا اولاد. بعد كده يا اولاد بنتكلم عن حقوق الوكيل. احنا اتكلمنا عن التزاماته، ايه هي حقوقه بقى يا اولاد؟ الحق في الاجره اللي هي الكوميشن، العموله بتاعته من حقه. مش بس العموله، احيانا يتكبد مصاريف نقل، احيانا يتكبد مصاريف تخليص جمركي، احيانا يتكبد مصاريف دعايه، كل ما تكبدهم من مصاريف. احيانا يصيبوا ضرر، احيانا يصيبوا ضرر لازم ياخد تعويض. بس خدوا بالكم انا بقول ليه، انا بقول عشان اقول الوصف بتاع كل حاجه. يبقى من حق ان ناخد الاجره وهي العموله المتفق عليها، من حق ان نسترد المصاريف اللي تكبدتها، من حق ان ناخد تعويض عن الاضرار اللي تحملتها. ده وده وده حقي. طبعا ايه اللي يضمن لي حقي كوكيل؟ واحد، الحق في حبس البضاعه. من حقي يا شباب ان احبس البضاعه اللي جايه لي منه مقابل الفلوس، بس مش من حقي ان احبس البضاعه اللي واخدها لحسابه. خدوا بالكم يا اولاد، اصل الوكيل ده قد يكون وكيل بيع وقد يكون وكيل شراء. يعني انا لما بكون وكيل لتوشيبا انا وكيل بيع، ببيع له. طيب لو انا وكيل لجهيمه، ده انا بلم الالبان من الفلاحين في اسيوط عشان اوردها لمصنع جهينه. فهمت ولا شباب كده؟ انا من حقي ان احجز البضاعه اللي جايه لي منه، ها، مقابل العموله والفلوس بتاعتي. حق الامتياز، يعني ايه الامتياز يا اولاد؟ يعني لو حصل ان الراجل ده فلس وبنبيع الحاجات بتاعته، من ضمن الحاجات بتاعته البضاعه اللي عندي اللي لسه انا ما بعتهاش وهو ما خدش ثمنها، ماشي كده؟ يبقى يا اولاد هتتباع البضاعه دي لحسابه، لانه السنديك هيحط ايده عليها ويبيعها. اللي تحت ايدي اخد انا فلوسي منه الاول، لان ابني في عدي ما اقدر اروح ادور عليه، وبالتالي دي حاجه توشيبا موجوده عندي في فرع اسكندريه وهي بتاعه توشيبا، بس انا ليا عند توشيبا مبلغ كذا، تعالوا بيعوا الحاجات دي للنزاهه والحصيلة، أنا آخد فلوسي كاملة الأول قبل الدائنين لأنها موجودة تحت إيدي أصلا. انقضاء الوكالة التجارية يا ولاد، إذا كانت محددة المدة بتنتهي الوكالة بانتهاء المدة بتاعتها. بس خدوا بالكم يا ولاد، حتى لو انتهت المدة بتاعتها وهو هيجدد مع حد تاني بلا مبرر أو عيب مني، من حقي إن آخد تعويض رغم انتهت مدتها. فاهمين الحتة دي؟ يعني فرض انتهت المده النهارده، هو هيبدا يتعاقد مع نور بكره ان هي تبقى وكيله. طب انا حصل مني اي تقصير او اي حاجه تمسكها عليا؟ لا، يبقى لازم تديني تعويض، لان انا بقالي كذا سنه شغال وعامل لك اسم في المحافظه والى اخره، لازم تعوضني لما تيجي تتعاقد مع حد تاني. الوكاله التجاريه محدده المده، لا يجوز لكل من الموكل والوكيل انهائها قبل انقضاء المده، ويلزم الطرف الذي انهى العقد بتعويض الطرف الاخر ده لو قبل ميعادها. الوكاله غير محدده المده يا اولاد، يقدر طالما غير محدده اي حد يقدر ينهيها، بس بشرط الاختيار، والاختيار في المواعيد ومع التعويض. مع الايه؟ مع التعويض. بعد كده يا اولاد عندنا الوكاله بالعموله. عندنا بعد كده يا شباب الوكاله بالعموله. ايه الوكاله بالعموله دي يا اولاد؟ ايه الفرق بين الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة؟ علشان محدش عارف الفرق خالص كده، ماشي كده؟ طبعا في ناس كتير حاسة، بس يعني مستخبي. يعني ايه الوكالة بالعمولة؟ ايه الفرق بينها وبين هي الوكالة التجارية اللي أنا عمال أشرحها من الصبح، هي بالظبط. الوكالة التجارية هي الوكالة بالعمولة. الفرق بين الاتنين حاجة بسيطة خالص. الوكالة اللي أنا عمال أتكلم عنها من الصبح، الوكالة التجارية، الوكيل فيها بيتعاقد باسم ولحساب الاصيل.
باسم والحساب الاصيل. يبقى انا في اسكندريه ببيع باسم مين؟ توشيبا. والحساب مين؟ توشيبا. والمحل بتاعي خمسه تبع على الشط في الكورنيش كده مكتوب عليه ايه؟ توشيبا العربي. تحتها خدنا كامل النجار. فهمتوا بقى يا ولاد؟ انا شغال باسم توشيبا والحساب توشيبا. دي الوكاله العاديه التجاريه. امال الوكاله بالعموله؟ لا، ده انا بتعاقد باسمي والحساب توشيبا. باسمي انا، وبالتالي يا ولاد كامل النجار. ماشي كده؟ ولما ببيع ببيع منتجات باسم كامل النجار، صحيح ثلاجه توشيبا وتلفزيون توشيبا ومش عارف ايه توشيبا ومروحه توشيبا، لكن في الاخر الفاتوره طالعه كامل النجار، والمشتري بيشتري من كامل النجار، ولما يحب يرجع يرجع على كامل النجار. ها؟ لكن انا في تعامل بيني وبين توشيبا. فهمنا الحته دي؟ هي دي الوكاله بالعموم. هو عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجري باسمه باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل. عقد الوكالة بالعمولة عقد تجاري، شأنه شأن الوكالة العادية. عقد ده تجاري وده تجاري. نشاط الوكيل يتعهد بالقيام بعمل قانوني. ايه هو العمل؟ بيتعاقد بيبيع. اي حد بيعمل عقد بيع يا ولاد، او عقد شراء او عقد كذا، هو عمل قانوني لحساب الاصل. اي وكالة الوكيل فيها بيقوم بعمل قانوني. أن يتعامل الوكيل باسمه الشخصي. اثنين، أن يكون محترفا. شرط الاحتراف لابد أن يكون محترفا. شرط الضمان يا أولاد، دور الوكيل بالعمولة لا يسأل بعد ذلك عن عدم تنفيذ الغير لالتزاماته. يعني ايه يا أولاد لا يسأل عن عدم تنفيذ؟ يعني أنا لو بعت ثلاجة بالقسط، صحيح بعتها باسمي أنا، لو الراجل نصاب وما بيدفعش الاقساط و و و، انا غير ملزم بان انا ادفع الاقساط لتوشيبا. هو الراجل ما بيدفعش الاقساط، يبقى انا هقول لتوشيبا ان الراجل ده دفع والراجل ده دفع، الراجل ده ما دفعش، الراجل ده متاخر في كذا، اللي بيحصل هقوله لتوشيبا. لكن انا ما بتحملش، لان انا عباره عن وكيل بس. صحيح انا بتعاقد باسمي، لكن يا اولاد هل يقدر توشيبا يقول لي انت تتحمل الضمان كمان؟ طبعا يجوز، بس في الحالة دي هقول له انا باخد عمولة كام؟ 2%. اتحمل الضمان هاخد 4%. يبقى اخد 4% بدل 2، وابقى انا مسؤول عن سداد اقساط الناس اللي ما تدفعش الاقساط بتاعتها. ده شرط الايه؟ الضمان. العلاقات الناشئة عن تنفيذ الوكالة بالعمولة يا أولاد، الوكالة بالعمولة بينشأ عنها ثلاث علاقات. بينشأ عنها ثلاث إيه يا أولاد؟ ثلاث علاقات. إيه هم العلاقات الثلاثة دول يا أولاد؟ عندنا إحنا هنا يا أولاد العقد أهو، عندنا الأصيل اللي هو توشيبا، ماشي، وعندنا كامل النجار اللي هو الوكيل، وعندنا يا ولاد الغير. الغير اللي هو مين؟ اللي اشترى الثلاجة او الى اخره. خلاص جاوبت كده؟ في العلاقة ما بين الاصيل وما بين الوكيل، هذه العلاقة بيحكمها عقد الوكالة. العقد اللي يحدد ايه حقوق الاصيل وايه حقوق الوكيل، والعموله عباره عن كام، وكشف الحساب بيتقدم امتى، وايه الضمانات والمسؤوليات، و عقد الوكاله بيحدد الكلام ده. في العلاقه ما بين الوكيل وما بين الغير، هذه العلاقه بيحددها عقد البيع او عقد الشراء. يعني لو انا وكيل لجهيدة، عقد الشراء اللي بشتري بيه اللبن من الفلاحين، او لو انا ببيع ثلاجات يبقى عقد البيع. دي العلاقة اللي بينظمها العقد ده. اصلا مفيش علاقة ما بين الغير وما بين ليه؟ لان في الوكالة بالعمولة التعاقد بيتم باسمي انا، فمفيش علاقة خالص. مش كده؟ امتى بقى تنشأ العلاقة يا اولاد؟ إذا أنا أفلست. إذا أنا إيه؟ أفلست أو تم الحجر عليا، يبقى أنا اختفيت هنا من الشاشة.
في الحالة دي لو ده واخد فلوس ثمن البنك هيورده الشهر الجاي يبقى التزامه أصبح تجاه القصير. لو شاري ثلاجة وعليه إقساط يبقى الإقساط تبقى بتاعت القصير على طول، في حالة إن أنا اختفي من الشاشة بإن أنا أفلت أو إن أنا يحجر عليا. بعد كده يا شباب عندنا حاجة اسمها وكالة العقود. ايه وكالة العقود يا ولاد؟ ايوه وكالة العقود. ايه حكاية وكالة العقود يا ولاد؟ شأنها شأن الوكالة التجارية العادية، شأنها شأن الوكالة بالعمولة. بس هي تفرق في ايه يا اولاد؟ انا ما عنديش معرض، ما عنديش مخزن، وما عنديش عربيات بتلم اللبن، وما عنديش معرض بحط فيه ثلاجات ولا بوتاجات ولا بتاع. انا عندي مكتب، انا عندي مكتب، فاهمين عشان كده؟ وبالتالي انا بنزل بروج لتوشيبا، فانا قدرت اوصل لعقد عشان تفهموها بس حياه عمليه كده. انا قدرت اوصل لعقد ان انا اتعاقد مع فندق فلسطين في المنتزه ان هو ياخد 200 ثلاجه 5 ادم في كل اوضه من اوض الفندق، هيحط ثلاجه والى اخره، ووصلت للصفقه واتفقت على كل حاجه. اتفقت خلاص؟ اه. يبقى انا ابرمت عقد بيني مع فندق فلسطين، وبموجبه بقول له تشيبا تعالى انا توصلت لك العقد مع فندق فلسطين. انا لا عندي معرض ولا بليت لبن ولا عندي مخازن ولا حاجه، ده انا بس بأبرم عقود باسم ولحساب مين؟ تشيبا، ماشي؟ ويجي تشيبا بعد كده يخش هو على فندق فلسطين ويتعاقد معاه. ابرم معاه وكمل او ما كملش انا ماليش دعوه. انا نجحت بموجب توكيل واخده من توشيبا ان انا اتعاقد مع فلسطين وتعاقدت فعلا، استحق العمولة. الصفقة مشيت ما مشيتش، باعه ما باعوش، ما يخصنيش. انا الدور اللي عليا عملته، اخد العمولة بتاعتي، ابقى انا وكيل عقود. فهمنا يا شباب كده؟ خصائص وكالة العقود: عقد رضائي زي أي وكالة. عقد رضائي ينعقد بمجرد الإجابة والقبول، وهو عقد تجاري يجوز إثباته بكل طرق الإثبات. هو من عقود المعاوضة، مفيش حاجة اسمها تبرع، بشتغل عشان آخد فلوس، هو من عقود المعاوضة. هو من العقود المستمرة، عقد وكالة، أي وكالة ولا عقد مستمر، مش كده؟ آه. عقد تجاري دائما بالنسبة للطرفين، بالنسبة لأننا كوكيل عقود محترف وأنا بتعاقد على ترويج بضاعة، يبقى برضو الاثنين تجار. لكي تكتسب العقود بثوب التجارية، الشرط الأولاني نشاط الوكيل إنه ينصب على إبرام عقود لحساب الموكل، عشان يبقى العقود اللي أنا ببرمها أو الصفة بتاعتي تبقى تجارية، يكون نشاطي هو إبرام عقود لحساب الموكل. الشرط الثاني الاحتراف، أن أمارس العمل ده مش عرضا كده، يا حمادة أنت في اسكندرية طب اديني عقد، لا، ده هي مش شغلتي، دي مهنتي. التزامات الوكيل يا أولاد: هي وكالة مأجورة عليه القيام بالعمل المكلف به. شوف بقى موضوع العقد بتاعك ايه، انت بتروج ايه، تقوم بالعمل اللي انت مكلف به. عليك انك تحافظ على حقوق الموكل، ده انت بتمثل الموكل، هو مش موجود، ده انت اللي موجود وانت اللي بتتعاقد باسمه، فعليك انك تحافظ على حقوقه. عليك انك تحافظ على اسراره، ما تروحش تقول له اصل الكمية دي موجودة عنده وانت لو ضغطت عليه هتاخد، لا، ده انت كده خاين. انك تحافظ على اسراره. وكيل العقود يا اولاد شأنه زي الوكيل بالعمولة والوكيل التجاري، الثلاثة عشان ما جاتش قبل كده يمارسوا عملهم باستقلال. يعني ايه باستقلال؟ يعني هماش موظفين،
يعني هم عندهم محلاتهم، عندهم مكاتبهم، هم اللي بيحددوا مواعيد الفتح ومواعيد القفل، هم اللي بيعينوا الموظفين بتاعتهم، هم اللي بيدفعوا لهم مرتباتهم، هم اللي بيدفعوا النور والميه، هم شغالين لحسابهم، هم مستقلين عن توشيبا او مستقلين عن جهينه. حق الوكيل بالعمولة أن يحصل على الكوميشن بتاعه، النسبة المئوية المتفق عليها، ولا يجوز للموكل أن يستخدم وكيل عقود آخر في ذات المنطقة. دي حاجة جديدة اهي، مش كده؟ يعني لو توشيبا واخدني أنا وكيل العقود في اسكندرية، ما ينفعش يبقى عنده وكيل عقود آخر في اسكندرية، وإلا هنضرب في بعض احنا الاثنين. تنقبل وكالة العقود بنفس الطريقة إذا كانت محددة المدة أو إذا كانت غير محددة المدة. بعد كده بنتكلم عن عقد السمسرة. عقد السمسرة هو ذلك العقد الذي يتدخل فيه شخص ثالث بناء على تكليف من الاثنين أو من واحد منهما، بيحاول يوفق الرصين في الحلال، اما مستاجر مع مؤجر، اما بائع مع مشتري، اما مقرض مع مقترض، اما فاهمين يا ولاد كده. وبالتالي هو راجل بيتدخل عشان يوفق وجهات النظر وينقل شروط ده لده وينقل شروط ده لده. والاصل انه لا يضمن يسار اي منهما، يعني لو طلع واحد منهم نصاب او بتاع الاستمسار مالوش دعوه، ده الاصل كده ماشي كده. هو عقد بيتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه نظير أجرة. المشرع يا ولاد لما حط التعريف ما كتبش الجملة الأخيرة دي، والدكتور بيقول ده عيب عشان نبقى عارفين بس رأي الدكتور، بيقول ده عيب في التعريف، لكن أن لو السمسار مش هياخد أجرة يبقى انتفت عنه صفة السمسارة، فكان المفروض التعريف يحط لنا بشرط الحصول على أجرة. هل السمسار بيقوم بعمل قانوني؟ يقوم السمسار بعمل قانوني، احنا عارفين يقوم الوكيل بعمل قانوني، صح ولا غلط يا ولاد؟ الوكيل طبعا كل ما يقوم به الوكيل هو اعمال قانونيه، واذا الوكيل عمد عمل مادي ما يبقاش وكيل على فكره. الوكيل من لا يقوم الا بالتعاقد يا ولاد، سواء في الوكاله العاديه او الوكاله بالعموله او وكاله العقود، هو كل اللي بيقوم بالتعاقد فهو عمل قانوني. السمسار يا ولاد يقوم بعمل مادي، انا بديكم الامتحان اهو مش كده؟ يعني هيجي في الامتحان يقول لك يقوم السمسار بعمل قانوني، وهو غلط. السمسار لا يقوم الا بعمل مادي ولا يقوم بعمل، ولو قام بعمل قانوني ما يبقاش يبقى وكيل، ما يبقاش سمسار. فهمنا ولا فينا؟ هو كل ما في الامر انه بيوفق رصيف الحياه، بينقل شروط ده لده وينقل شروط لده لده، وهم حرين يتعاقدوا او لا يتعاقدوا، هو لا يبرم عقود، هو لا يبرم عقود. يمارس عمله باستقلال، هو اللي بيأجر محله، هو اللي بيحط المكاتب، هو اللي بيفرشه، هو اللي بيجيب السكرتيرة، وهو اللي بيدفع فاتورة التليفون والكهرباء والمية، هو اللي بيفتح وقت ما عايز ويقفل وقت ما عايز، ويمارس عمله باستقلال. عمله تجاري دائما، عمله لأنه هو محترف، السمسار لا يعترف له بأن السمسار إلا إذا كان مارس على سبيل الاحتراف، وبالتالي عمله تجاري دائما. يلتزم التزاماته، يلتزم بالقيام بالعمل الذي هو مكلف به. انا بقول لك شوف لي واحد يشتري الارض، شوف لي واحد يشتري العربيه، شوف لي واحد يشتري البضاعه، شوف لي واحد نمره 2 التزام السمسار بالمحافظه على المستندات. ده انا سلمت حجيه الارض، حجيه البيت، حجيه رخص العربيه، ووقع علينا المحافظه على المستندات. التزام السمسار بقيد المعاملات، زي التاجر اللي بالقسط لازم يفتح سجل ويسجل فيه كل المعاملات اللي بيقوم بيها، حقوقه، ياخد الاجره او العموله المتفق عليها. طيب لو مفيش في عقد السمسره اجره، السمسره لا تصح الا الاجره، فلو مفيش في عقد السمسره اجره مفيش مشكله، مش هيبقى باطل، وانما هيبقى العرف السائد في السمسره ان العموله 2% 4% 2.5%، اللي جاري دي العرف، والقاضي اللي هيحكم بالكلام ده بعد ما يتاكد من وجود الايه العرف. هل يجوز للقاضي، ايوه يجوز للقاضي اذا لقى ان نسبه السمسره عاليه، يجوز للقاضي ان هو يعدلها، عامل زي الشرط الجزائي، يجوز للقاضي ان هو يعدل النسبه بتاعته. شروط استحقاق الاجره وجود عقد سمسره، لازم اصلا اكون انا مكلفك، مش عقد مكتوب يا اولاد،
عقد يعني في اتفاق ايجاب وقبول لازم يكون في عقد سمسرة. الشرط الثاني ان يتم العقد اللي احنا توسطنا اللي ابرمناه انك تقوم بتنفيذه. اهم شرط من الاثنين الثالث بقى اللي هو ايه؟ ان ابرام العقد في الاخر يكون نتيجة جهود السمسار. يعني مش احنا اللي توصلنا لبعض والسمسار ما تدخلش، لازم يكون يا اولاد علاقة السببية ان يكون السمسار يا اولاد هو السبب في ان العقد ده اتمضى. طبعا حقه في التعويض عن اي اضرار او خسائر تكون تحملها التزام موصف السمسار بانه يدفع مصاريف الايه السمسار. اشكركم، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. كامل النجار 011 3666 8 11. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أصدقائي طلبة كلية الحقوق، يسعدني كامل النجار إن ألتقي بيكم عشان نراجع مع بعض إن شاء الله قانون التجاري الترم السابع الجزء الخاص بالأوراق التجارية. الأوراق التجارية يا جماعة أساسا كقاعدة هي الكمبيالة والشيك والسند الإذني، بس نبقى عارفين كده إن دول وردوا في القانون على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ما فيش غيرهم. لكن المشرع قال اي ورقه اخرى تتوافر فيها خصائص الاوراق الثلاثه دول تعتبر ورقه تجاريه. ايه هي خصائص الاوراق الثلاثه دول يا اولاد؟ لازم يكون فيها مبلغ محدد، ولازم المبلغ ده نهائي ما ينفعش نتكلم فيه ولا ينفعش ننازع فيه، والورقه دي لازم تتنقل من واحد لواحد لواحد تبقى قابله انها تنتقل. يعني انا لو معايا كمبياله ممكن اشتري منك بضاعه، بدل ما اديك فلوس اديك الكمبياله، وانت لما تاخدي مني الكمبياله تشتري بضاعه من حد تاني وتدي له الكمبياله. نفس الشيء الشيك، ممكن اخد منك بضاعه واديك الشيك انا واخده من حد، والشيك ده تاخدي من حد بضاعه وتدي له الشيك، ونفضل نكتب على بعضه كده من ايد فلان لايد فلان لايد فلان. اذا توفر في الورقة مبلغ محدد وإذا كانت بتنتقل من إيد لإيد يبقى على طول تاخد حكم الورقة الإيه؟ التجارية، تقبل التداول. والأصل إنها بتتم في معاملات تجارية ما بين تجار. تعريف الورقة التجارية هي صك ورقة. هي صك مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة. الكمبياله بتتكتب بطريقه المشرع قايلها، والشيك بيتكتب بطريقه المشرع قايلها، والسند بيتكتب بطريقه المشرع قايلها. هي صكوك اوراق تجاريه، هي اوراق مكتوبه وفقا لاوضاع قانونيه معينه تتضمن التزام بدفع مبلغ محدد. التزام بدفع مبلغ ايه؟ محدد في تاريخ معين او قابل للتعيين. التاريخ اما يكون مع مينينه او قابل للايه؟ للتعيين. وتقبل التداول بالطرق التجارية. اهم شرط، وتقبل التداول من ايد لايد بالطرق الايه؟ التجارية. يبقى خصائص الورقة التجارية بسرعة كده هي صك مكتوب وفقا لاوضاع قانونية محددة، ده اول حاجة قلناها. مبدأ الكفاية الذاتية. يعني ايه مبدأ الكفاية الذاتية؟ مهم جدا يا ولاد. مبدأ الكفاية الذاتية يعني لما ابص كده في الشيك او في الكمبيالة مش محتاج ابص في حاجة تانية. ليه؟ لان الورقة التجارية يا ولاد منبتة الصلة عن سببها. يعني الشيك ده انت بتاخده ليه؟ ماليش دعوة. الكمبيالة دي بتاعت ايه؟ ماليش دعوة. الكمبيالة فيها اسم واحد عليه وواحد له ومبلغ محدد وتاريخ محدد. دي اسمها الكفايه الذاتيه، مش عايز حاجه تاني، لا عايز اطلع على عقود ولا عايز تحكي لي حكايه ولا تقول لي سببها ايه، لان هي اصلا منبثقه الصله عن سببها. معاك ورقه عليا ب 1000 جنيه يبقى انا ادفع لك ال 1000 جنيه، لا ينفع اقول قص البضاعه وقص مش عارف ايه ولا ينفع الكلام ده. هي زيها زي الفلوس المجموعه بالظبط، لان انا بحط ليك كويس. محل الورقه التجاريه مبلغ من النقود، لازم يكون محلها مبلغ من النقود وما ينفعش يبقى محلها اي حاجة تانية. الورقة التجارية محلها مبلغ من النقود. وظيفة الورقة التجارية
اولا هي وسيله للائتمان. الائتمان يعني ايه يا اولاد؟ يعني السلف، القرض. ما هو انا لما بشتري منك بضاعه دلوقتي ب 100000 جنيه واكتب لك كمبياله، والكمبياله هدفعها لك بعد. طب هو ده عباره عن ايه غير قرض يا اولاد؟ ها مش ده قرض برضه؟ ها، وبالتالي يا اولاد هي وسيله للائتمان، كمان هي اداه للوفاء. يعني لما يكون عليا ليك 100000 جنيه وانت قاعد بتتنطط، اقول لك بس ما تتنططش، ليك ايه 100000؟ اروح مطلع الشيك، دفتر الشيكات، كاتب لك شيك وقطع مديهولك، انا وفيتك. مش عندي حاجه ثانيه، اوعى تفتح بقك، صح كده؟ يبقى الورقه التجاريه اداه للائتمان، وسيله لان انا اقترض، بشتري بضاعه هدفعها بعدين. اداه للوفاء، وسيله ان انا اسدد اللي عليا عن طريقها. يا ولاد الورقه التجاريه محميه بقانون لوحدها، اسمه قانون الصرف. اسمه قانون الايه؟ قانون الصرف ده يا اولاد اللي هيخليني ابيع لك المحل في 10 ايام، فاكرين؟ ها؟ قانون الصرف ده يا اولاد اللي لو ما دفعتش هروح رافع عليك القضيه وارجع وابيع لك المحل بتاعك كله. قانون شديد جدا، قاسي جدا، علشان التجار يتعاملوا بالاوراق التجاريه بثقه ويقبلوها. فعملنا لها الاوراق التجاريه قانون، اسمه قانون الصرف، علشان اي حد يتلاعب بالاوراق التجاريه يتقطم رقبته. الالتزام الصرف يا ولاد، كل انك وقعت على الكمبياله اصبحت ملتزم صرفيا. يعني ايه ملتزم صرفيا؟ طالما وقعت على كمبياله تبقى ملتزم ولا مش ملتزم؟ امال ايه ملتزم صرفيا؟ ملتزم وفقا للقانون الايه؟ القاسي ده، فهمتوا؟ يعني لا، هو في قانون الصرف كده اللي هو القانون اللي بيحمي الاوراق التجاريه، ماشي كده؟ قانون حمايه الاوراق التجاريه، قانون التعامل بالاوراق التجاريه اسمه قانون الصرف. يبقى الالتزام الصرفي ينشا امتى؟ نتيجة إن أنا ليا توقيع على كمبيالة أو على شيك أو على سند، أصبحت ملتزما لأن ليا توقيع، وملتزما صرفيا لأن موقع على ورقة تخضع لقانون الصرف، بينظمها قانون الإيه؟ بينظمها قانون الصرف. استقلال التوقيعات يا ولاد، يعني إيه استقلال التوقيعات؟ أصل الشيك أو الكمبيالة بعد ما بيوصل للبنك أو يوصل للمسحوب عليه الكمبيالة بيكون اتوقع عليه من 5 6 7، ماشي؟ استقلال التوقعات، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد متعلق من عرقوبه. اللي مضى على الكمبياله دي مسؤول عن قيمه الكمبياله كلها. طب اتنقلت الكمبياله ليه؟ لو مضى عليها مسؤول عن قيمه الكمبياله كلها. طب اتنقلت ليه؟ بقت مضي عليها مسؤول عن قيمه الكمبياله. واخدين بالكم ولا في الاخر الكمبياله في ايد فرح، تختار تبص لنا كده وتشوف مين اللي معاه الفلوس وتروح تقول له انا عايز قيمه الكمبياله دي. انا مضطر ابيع قيمه الكمبياله دي بالكامل، اللي هي تختاره. انا مضطر اديها قيمه الكمبياله بالكامل وارجع عليكم بعد كده، فهمتوا بقى شنو كده؟ لا قانون ايه؟ الصرف كده، قسوه الالتزام الصرفي. بعد كده بنتكلم يا اولاد عن الشروط الموضوعيه بقى للايه؟ للشيك. اولا الاهليه، الايه؟ الاهليه. لازم يا اولاد اللي بيمضي على الشيك ده لازم يكون عنده اهليه، ولا بيلتزم ولا مش بيلتزم يا اولاد؟ بيلتزم، وبالتالي يا اولاد لازم يكون عنده اهليه. تكون التزامات ناقص الاهليه الذين ليسوا تجارا او عديم الاهليه باطله. تكون التزاماتهم ايه يا اولاد؟ طب خدوا بالكم يا اولاد، ده مضى على الشيك وده ليه ده؟ ده مضى عليه وده ليه ده؟ الباقيين انا قلت كل واحد متعلق من ايه؟ من عرقوبه، وبالتالي ما يقدرش ده يقول ده ناقص الاهليه او عجوب. انت مالك انت؟ انت مضيت؟ اه يبقى انت كويس ان في واحد مضى. فهمنا بقى يا اولاد كده؟ مش فاهمه. فاهمه؟ يبقى كل واحد يا اولاد مسؤول، يبقى لو واحد في النص من اللي مضوا مجنون؟ معلش هو مش هقدر ارجع ليه، اقدر ارجع على غيره. تقدر فرح تسيب المجنون ده وترجع على غيره؟ احيانا يا اولاد القاصر يبقى توقيعه صح. امتى؟ ها مين اللي هيقول لي؟ لما يكون عدى 18 سنه وخد اذن من المحكمه بممارسه التجاره اصبح زي اللي عدى 21 سنه بالظبط، وبالتالي توقعاته تبقى سليمه.
المحل يا ولاد، الورقة التجارية محلها مبلغ معين، سواء كانت شيك أو تمبيالة، مكتوب بـ1000 جنيه بـ10,000 جنيه مبلغ معين، لابد إن يكون الورقة أو التمبيالة نشأت لسبب مشروع. طب هو أنا كل تمبيالة أو سند هدور على سبب نشأته؟ لأ، كل تمبيالة أو سند إحنا هنفترض إن سببها مشروع، هنفترض لغاية ما حد يدعي ده الكمبيالة دي، ده الشيك ده اتكتب على ترابيزة قمار، ده تمن دعارة، ده تمن مخدرات. اثبت اللي انت بتقوله، لما تثبته يبقى الكمبيالة مش هتشتغل ساعتها. فاهمين يا ولاد كده؟ لكن احنا هنفترض ان كل كمبيالة وكل شيك سببه مشروع الى ان يثبت ان سببه مش مشروع. ماشي. الشروط الشكلية في الشيك بقى يا ولاد، الشيك صدق مكتوب، التعريف اللي خدناه هو صدق مكتوب وفقا لأوضاع قانونية معينة. بيانات الشيك يا ولاد، تسمية الورقة شيك، لازم تكتب لي شيك. شيك ممكن يا ولاد، أو عادة ما بنكتبش شيك، عادة ما بنكتبش شيك، لكن بنقول ادفع مثلا ايه بنك مصر، تدفع بموجب هذا الشيك مبلغ كذا كذا كذا، يبقى وردت كلمة شيك اهي، ماشي كده؟ إما في المتن إما في العنوان أو بس إيه؟ أو الأوضاع بتقول إن ده شيك مطبوع من البنك، فاهم؟ يعني الدفتر جاي من البنك أصلاً. مبلغ الشيك، في شيك من غير مبلغ؟ لازم مبلغ الشيك، اسم البنك المسحوب عليه، اسم البنك المسحوب عليه، مكان الوفاء هيتوفى فين؟ بنك مصر فرع محمد فريد، فرع شريف، فرع كذا، ماشي كده؟ مكان الوفاء، تاريخ إصدار الشيك. طب ليه تاريخ الإصدار مهم؟ ما هو الشيك ده ليه مدة، مش أي شيك في الدنيا ليه مدة يا ولاد، ها؟ وبعد كده هعرف المدة دي من إمتى؟ شوف تاريخه مكتوب إمتى واحسب الإيه؟ الست شهور بتوعه بقى، توقيع الساحب، يا سلام لما الساحب يخمك ويقعدك كده في المكتب بتاعه واديت له البضاعه خلاص ويطلع لك دفتر الشيكات ويقعد يكتبه لك كله واسم حضرتك كده كامل ويكتب لك المبلغ ويفقط لك ويوريه لك كده ويقطع لك الشيك وتخزين، انت مكسوفه تخزين تحطيه في جيبك، هو اصلا ما مضاش، يبقى ولا له قيمه. توقيع ولا مش توقيع؟ لازم توقيع الساحب على الشيك. اسم المستفيد، هو الشيك ده طالع لصالح مين؟ لصالح فلان الف او ب او جيم. هناك بيانات يا اولاد اختياريه يجوز ان احنا نضيفها، هنعرفها دلوقتي يا اولاد، عدم تقديم الشيك للبنك الى اخره، دي حاجات انتوا تتفقوا عليها طالما مش مخالفه للقانون وطالما مش خالفه للنظام العام، مفيش مشكله، بس دي البيانات الاساسيه اللي انا قلتها. بعد كده يا اولاد عندنا بقى التظهير. التظهير انواع، واللي يخصني او اللي يهمني قوي التظهير الناقل للايه؟ التظهير الناقل للملكيه. ايه بقى التظهير الناقل للملكيه؟ شوف يا اولاد الشيك هكذا، التاريخ في القاهره في ماشي بنك كذا، ادفع بموجب هذا الشيك الى نور فان، ماشي مبلغ فضله 100,000 جنيه، ماشي نقدا كده، والتوقيع بالديانة، وطبعا فرع محمد فريد، كل حاجة مكتوبة والحساب رقم كده وهكذا. يا ولاد ايه الشيك ده على ظهره بقى؟ هتلاقي ظهره أبيض، ها؟ هتلاقي ظهره إيه؟ أبيض. أنت لما تروح البنك، البنك بيقول لك إيه؟ امضي لي على ظهر الشيك واكتب لي رقم البطاقة، صح كده؟ طيب ما أنا بقى الشيك ده طالع من حسن وراح لمحمود، طب ما محمود يقدر يقلب الشيك على ظهره ويمضي عليه، صح كده؟ طيب انا هاجي على ظهري كده يا جماعه واقول مظهر الى علي، والتوقيع محمود بطاقه رقم كذا. يا ولاد محمود يا ولاد خد بضاعه منين؟ من علي، وكان هو واخد الشيك ده من حسن، فمحمود خد الشيك من حسن وراح لعلي اشترى منه بضاعة وراح كاتب له الكلمة دي وراح مديله الشيك، خلاص يبقى علي كده خد حقه. فاهمين يا شباب كده؟ بعد شوية علي هيروح المصنع عشان يشتري بضاعة، فهيروح كاتب مظهر
الى المطبخ ويمضي عليه ورقم البطاقه. خلاص الشيك ده اللي هو الوش بقى بتاع المطبخ، وهكذا تنتقل الورقه من اثنين لاثنين. فهمنا يا شباب كده؟ يبقى ايه هو التظهير بقى يا ولاد؟ احنا عندنا اصلا يفترض ان في تعامل اصلا بموجبه الراجل ده راح حط في البنك ده مليون جنيه. المليون جنيه اللي حطهم دول اسمهم مقابل الوفاء، اسمهم مقابل ايه يا ولاد؟ يعني دول الرصيد. ايه دول الرصيد؟ فهمنا الرصيد يعني ايه؟ ده الرصيد، الراجل ده راح حط في البنك ده مليون جنيه، بقى هو مقابل الوفاء، اسمه في القانون مقابل الوفاء الرصيد. الراجل ده اسمه حسن، راح اشترى بضاعة من دم اسمه محمود، وراح كاتب له الشيك ده. بقى ده اسمه ايه يا ولاد؟ الساحب. ده اسمه الساحب، الساحب يعني اللي سحب الشيك من الضفدع. وده اسمه ايه يا ولاد؟ المسحوب عليه اللي هنروح ناخد منه الفلوس. وده اسمه ايه؟ المستفيد اللي هيستفيد بالفلوس، لانه باع البضاعة، هو طلع البضاعة وخد الشيك. الراجل ده هيروح يشتري بضاعة من الراجل ده، فهيروح كاتب له كده، يبقى ده اسمه المظهر وده المظهر اليه. وده هيروح يشتري بضاعة منه، يبقى ده المظهر والمظهر اليه. وده اللي في ايده المظهر، لا اللي في ايده الشيك دلوقتي، يبقى اسمه الحامل، هو حامل الشيك. فهمنا يا شباب كده؟ فهمنا الكلام ده؟ يبقى التظهير الثاني يا ولاد شروطه صدور التظهير من الحامل الشرعي. يعني لو ده ولاد لقى الشيك بتاع ده في الارض وراح مظهره، ليه ده ينفع؟ ليه؟ لان ده مش حامل شرعي. حامل شرعي امتى؟ لما ده يظهره ليه ده، يبقى ده بقى حامل شرعي، وكل واحد هيجي له يبقى اسمه حامل شرعي. لابد ان التظهير يصدر من الحامل الشرعي، لازم يصدر برضا. ما هو خدوا بالكم، ما هو ممكن يكون ده خد الشيك من ده ازاي؟ خطفوه وحطوه فيلا في المريوطية مقطوعة وربطوه وضربوا فيه تاني يومين، وبعدين قالوا له خد القلم اهو دفتر شيكات اهو امضي على الشيك. هل ده ولا يبقى سحب؟ طيب ده الدليل بالرضا، ده اتخطف منه الشيك واتظهر ليه ده؟ هل ده يبقى رضا يا ولاد كده؟ يبقى اثنين لابد ان يكون التظهير برضا، ان يكون اصدار السحب برضا. نمرة ثلاثة، السبب. اي تصرف قانوني لازم يبقى له سبب مشروع، والمحل هو المبلغ بين 60. هل يا اولاد ممكن ده يدي لنا كمبيالة ب 100,000 جنيه او شيك ب 100,000 جنيه، يقوم ده يشتري بضاعة منه ب 70,000 يقوم يظهر له 70,000؟ ازاي؟ ما هي شيك واحد، ما هو المبلغ هو ورقة واحدة ب 100,000، ما ينفعش لا تمشي كلها لا تقعد كلها. انا ممكن اشتري منك بضاعة ب 120، اديك 20 كاش واديك الشيك، او اديك مثلا كمبيالة ب 19 وكمبيالة ب 14 وشيك ب 100، فاهمين يا ولاد كده؟ وممكن اشتري منك بضاعة ب 90,000 واديك الشيك ابو 100 واخد منك 10,000 نقدا. هي بتبني كده، فاهمين يا شباب كده؟ لكن الورقة المحل لازم يكون المبلغ بالكامل، مبلغ الشيك بالكامل. التظهير بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك. في ميعاد لازم الشيك في الاخر لازم يتقدم للبنك. طب لو تم التظهير بعد الميعاد، شوفوا احنا هنقول حاجه من اثنين، اما ان انت ظهرت وترخت يبقى انت حمار، لان انت ترخت في تاريخ بعد تقديم الشيك، او ظهرت وما ترختش. لو ظهرت وما ترختش هنفترض ان التظهير تم قبل الايه؟ قبل ما يجي التاريخ. فهمنا كده؟ لكن لو ظهرت وترخت يبقى الشيك التظهير ده خرج من الالتزام الصرفي، خرج من قانون الايه؟ الصرف. فهمنا يا ولاد كده؟ بقى ورقه بقى سك وعادي ودين وكل حاجه، بس مش محمي. فهمنا يا شباب؟ التظهير اللاحق للاحتجاج وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء لا يرتب الا اثار حواله الحق. مدني، دي مدني، حوالة حق مدنية. انسى الورقة التجارية وانسى قانون الصرف، ماشي كده؟ لكن يا ولاد اذا كان مش مترخ هنفترض ان هو قبل التاريخ ويبقى انت في السليم. الشروط الشكلية للتظهير عشان التظهير يبقى سليم ويرتب اثاره، الكتابة
لازم اكتب فلان الفلاني ولازم امضي ولازم رقم بطاقتي واترخ الكتابه. طيب افرضوا تم التظهير على بياض، التظهير على بياض يا اولاد، التظهير على بياض يا اولاد ده معناه ايه؟ معناه ان انا مضيت وما كتبتش مظهر الى مين، وما كتبتش مظهر الى مين، بس مضيت. طبعا ده في صالح مين؟ في صالح ده اللي كان المفروض اسمه مكتوب هنا وانا ما كتبتوش. ليه؟ لان صاحبنا ده بدل ما يظهروا لده ويمضي هو بلاش دي خالص ويروح رايح جاي الاسم الثالث وكتبه هنا، يبقى الاولاني ظهر للثالث وهو اختفى. فهمتوا بقى يا اولاد كده؟ طبعا يا اولاد يبقى كده لو حصل ان الثاني ما دفعش وهنرجع للي ماضيين يبقى هو ملوش قيمته اساسا. وصلت يا اولاد كده؟ اثر التظهير ايه؟ التظهير اللي تم ده اثره ايه؟ ينقل ملكيه الحق الثابت في الورقه، ال 100,000 بدل ما بقت كانت محمود بقت بتاعه علي. لما اتنقلت الورقه من علي لابراهيم ال 100,000 بقت بتاعتها ابراهيم، بقت بتاعت المصنع. فهمنا يا شباب كده؟ وبالتالي اول اثر من التظهير هو نقل الملكيه. نمره 2 الالتزام بالضمان. خدوا بالكم انت لما مضيت ليك توقيع ولا مالكش؟ يبقى في الاخر خالص الراجل ده لما يروح للبنك وياخد منه فلوس ما يلاقيش فلوس في البنك، انت ليك امضى وده ليك امضى وده ليك امضى، تقدر فرح ترجع لاي واحد تقول له انا عايز فلوسي. كل واحد ماضي اصبح ملتزما بالضمان. فهمنا شوية كده؟ ممكن جدا اللي بيمضي ده يقول انا لا اضمن، هو حر. طالما اللي بياخد منه قبل ان هو يكتب كده المسائل بالاتفاق. ده بيقول بصوا يا جماعه ما بتعملش بالبيانات ولا بالشيكات ولا الكلام ده، فانا بنقلها لك وانا لا اضمن. والله لو اللي هياخد منه قبل ان هو يكتب كده لا اضمن، يبقى الراجل ده خارج ايه؟ الضمان. فهمنا؟ ها؟ إذا الراجل ده هو بيدي الشكل ده وهو بيدي كتب هنا، مش احنا قلنا ممكن اي شروط تتحط طالما مش مخالفه للنظام العام، كاتب انا لا اضمن عدم الوفاء، يعني لو البنك ما وفاش ما ترجعش عليا. خلاص انت حطيت ده وهو قبل، يبقى ده ما يقدرش يرجع ليه. بس خدوا بالكم لو ده راح لده وخد منه الفلوس ده يقدر يرجع على ده، لان ده حط الشرط لمين؟ لده. لكن هو ما حطش الشرط لده. فاهمين يا شباب كده؟ وعموما كل واحد اللي بيضمن له مين؟ اللي قبليه اللي بيضمنوا له، ده ما يقدرش يرجع على ده، يقدر يرجع على دوت. يقدر يرجع، ما يقدرش يرجع على ده لان ده حط له الشرط. يقدر يرجع على دول، واي واحد يقدر يرجع على قبليه، ده ما يقدرش يرجع على ده. طب ليه يا جماعه ده ما يقدرش يرجع على ده؟ يا نور، ليه ده ما يقدرش يرجع على ده؟ ده ما يقدرش يرجع لما يدفع الفلوس، ما يقدرش يرجع على ده ليه؟ لان اصلا ده اللي بيضمن لده مش ده اللي بيضمن لده. هو كل واحد بيضمن للي بعديه، كل واحد بيضمن للي بعده، ده اصلا ما يعرفش بقى. فهمت يا ولاد كده؟ وبالتالي ازاي ارجع عليه؟ ده هو ده انا اللي بضمن لك مش انت اللي بتضمن لي. فهمتوا؟ تطهير الدفوع يعني ايه يا ولاد؟ الراجل ده وهو بياخد الكمبيالة من الراجل ده او الشيت، خلينا نقول الشيت، خلينا في الشيت، وهو بياخد كله زبا بالكمبيالة والشيت كله زبا. الراجل ده وهو بياخد من الراجل ده خدها عن طريق ان هو خطفه في المريوطية وكتفه وحط هو واولاده وحط له المسدس في دماغه وامضي امضي، راح الراجل ده ماضي الشيك، فراح الراجل ده واخد الشيك ب 100,000 جنيه وراح طالع على المطمع اشتغل بضاعة وراح مزخر لهم الشيك. ماشي كده؟ الراجل ده يعرف حاجة عن القصة؟ الراجل ده باع بضاعة ولا ما باعش بضاعة؟ يبقى في قاعدة يا ولاد، التظهير تطهير. شفتوا الكلمتين شبه بعض ازاي؟ التظهير تطهير، يعني الشيك لما اتظهر من فلان لفلان نفترض ان ده حسن النية. ماشي؟ يعني ده ما يعرفش المسدس ولا القصة ولا المريوطية.
تاجر جه اشترى منه بضاعة وراح مظهر له شيك، فهو كان الشيك. التظهير أدى إلى تطهير الشيك من العيوب اللي فيه. يبقى الراجل ده يقدر يرجع على ده ويروح النيابة ويبلغ كده و و و إلى آخره. الراجل ده يطلع على البنك يقول له هات الفلوس من حساب الراجل ده، ما هو ده اللي مضى على الشيك، يقول له هات الفلوس. ده ما يقدرش يقول له ده متاخد مني، وانا متاخد مسدس ولا مش متاخد، وانا ليه دعوه بالكلام ده كله، انا راجل بلغت بضاعه وجالي شيك. التظهير تطهير. وصلت يا اولاد كده؟ بعد كده يا اولاد شروط تطبيق قاعده التطهير، ان يكون الحامل قد تلقى الشيك بطريق التظهير التام اللي بينقل الملكية. الشيك اتنقل من ده لده، تظهير تام نائل للملكية. ان يكون الشرط الثاني ان يكون ده حسن النية، يعني لو ده عارف اصلا بقصة المسدس والبتاع، لا مش هيستفيد. يستفيد امتى؟ لما يكون هو ما يعرفش حسن النية. فاهمين يا شباب كده؟ الدفوع الشخصية. ايه بقى الدفوع اللي بيطهرها التظهير؟ يا ولاد الدفوع المستمدة من عيوب الإرادة. ده أنا ما كانش عندي إرادة، ده المسدس كان، ولا مسدس ولا فل، أنت هتحكي لي فين؟ ولا ليه، ده عيوب الإرادة تتطهر، عيوب الإرادة إيه؟ تتطهر. الدفع ذو بطلان الالتزام الصرف لانعدام السبب. آه الشيك ده جالك؟ آه جالي. إيه هتدفع ولا مش هتدفع؟ لا ده كان على ترابيزة قمار. طب وأنت إيه اللي وداك ترابيزة قمار يا قليل الأدب أصلاً؟ طب وأنا شرفت إنه كان على ترابيزة كلنا؟ هتقول لي السبب غير مشروع، ده لا كان فلوس مخدرات ولا ليه دعوة، أنا مال أنا مخدرات، أنا ذنبي إيه؟ ماشي كده؟ يبقى هتقول لي عيوب إرادة يتطهر. انعدام سبب أو سبب غير مشروع يتطهر. الدفع ده انقضاء للصفقة. ايه ده الشيك ده جالك ازاي؟ جالك يا اخي ده انا كنت مضيته غلط، وبعدين الصفقة اللي بينه وبينه ما تمتش وما خدتش منه البضاعة، بس انا نسيت اخد الشيك. نسيت ما نسيتش، انت هتعمل لي فين؟ انت ماضي يبقى عليك الفلوس. يبقى هتدعي ان انقضاء الالتزام الصرفي يتطهر. مش كده؟ في بقى عيوب ما يتطهرش. في عيوب حتى لو الشيك مع ده ما يقدرش ياخد قيمته برضه. ايه هي؟ لو الراجل اللي ماضي ده مجنون، مجنون معتوه، ماشي؟ ما ينفعش. عيوب الإرادة لكن الجنون والعدد لا، ما ينفعش. ما ينفعش حاجة اسمها ادفع وتظلم. هتاخدوا فلوس المجنون يا جماعة، تتأمروا انتوا الاثنين مع بعضكم؟ ها؟ ما ينفعش، حماية من المجنون ده. يبقى يا أولاد الدفع بنقص الأهلية، خلاص ما ينفعش. الدفع بانعدام الرضا. خدوا بالك يا اولاد في فرق بين عيب الرضا، عيب الاراده، وانعدام الرضا. انعدام الرضا يعني ايه يا اولاد؟ انعدام الرضا يعني كان في الانعاش في غيبوبه، كان واخد بنج فحط بصمته. لا ده جايه زي المجنون بالظبط، ما يتطهرش. انعدام مش عيب الرضا. في فرق بين عيب الرضا، عيب الرضا ده انا كنت المسدس ولا مسدس ولا تقوليش. انعدام الرضا ده انا فين؟ ده انا كنت في غيبوبه. لا ده زي المجنون، لا اراده له، يتساوى مع المجنون. الدفوع المستمده من العيوب الشكليه. انت جاي عايز الفلوس بتاعت الشيك. طب بص كده، بص في الشيك ما هو في ايه؟ بص يا راجل كويس، انا ليه امضي عليها؟ يا رئيس واحده الصحف مش ماضي. طب عرفت ده انك خبرت، يبقى ده ما يتطهرش. طب اذا كان انا ماليش امضي اصلا الشكل، طب في مبلغ مش مكتوب فيه مبلغ اصلا، مشطوب على خامة المبلغ. فاهمين؟ الدفوع المستمدة من عبارات الشيك، مكتوب على الشيك كده لا يتم صرفه، مكتوب عليه كده لا يتم صرفه. الدفوع المستمدة من علاقة بص بقى، الدفوع المستمدة من علاقة ده بقى يا اولاد اللي معاه الشيك حسن النية، فرايح لده يقول له هات البضاعة. خدوا بالكم ده ايه ده الشيك لده؟ ما فيهوش حاجه سليم، ما فيهوش حاجه ولا مسدس ولا حاجه، سليم. ده انت الشكل ده رايح ياخد الفلوس، واخد بالك؟ ام ده ما رضيش يديله الفلوس. قال له ليه؟ قال له انت ناسي انت عليك ليا ايه وماضي عندي ايه؟ يجوز ولا مش يجوز؟ ولا يجوز نعمل المقاصه بين ده وده ولا لا؟ انت وقعت جالك الشيك، ده انت ماضي عندي على شيك وما دفعتش فلوس، ونشيل ده من ده. الدفوع الشخصيه الله يتخرهاش. ما يقدرش يقول له انت عليك فلوس نادى، ما يقدرش يقول له انت عليك فلوس نادى، لكن يقول له انت عليك فلوس ليا. يجوز ليا انا، يجوز العلاقه الشخصيه، يجوز مقص ليا وليك. ماشي كده؟ ايه مقابل الوفاء ده يا اولاد؟
مقابل الوفاء اللي هو ايه؟ لا بقى ايه مقابل الوفاء يا اولاد؟ مقابل الوفاء ايه؟ بص على السبوره كده، مقابل الوفاء مكتوبه، مقابل الوفاء، مقابل الوفاء يا اولاد اللي هو الرصيد اللي انا حاطه اصلا، مش انا اصلا حاطط مليون جنيه في البنك، بمجرد ما ادي ده شيك ب 100,000 يبقى الشيء هو رايح ياخد من البنك 100,000 ليه؟ لان انا ليا مقابل وفاء البنك بالشيك، البنك هيوفي بالشيك لان عنده المقابل، لان عنده الايه يا اولاد؟ المقابل اللي هو الرصيد الكريدت اللي انا حاطه، فاهمين يا شباب كده؟ تعريف المقابل هو مبلغ من النقود للساحب لدى المسحوب عليه، هو مبلغ من النقود للساحب لدى المسحوب عليه، الرصيد يا اولاد مش كده؟ مستحق الاداء، المبلغ ده الراجل ده يقدر يسحبه في اي وقت، بتاعه مستحق الاداء، ومساوي على الاقل لقيمه الشيك. يعني ايه؟ يعني ايه فرح مساوي على الاقل؟ هو لما يكون الشيك ب 100,000 لازم رصيد الراجل ده يكون 100,000 ولا ممكن يبقى 200 300 400 بس ما يبقاش 900؟ يبقى مساوي على الاقل لقيمه الشيك، على الاقل يبقى 100,000 والا يبقى هياخد ريفيوز، هياخد رفض، صح كده؟ يبقى مساوي على الاقل. عرفنا مقابل الوفاء هو ايه؟ هو حق نقدي شروطه، حق نقدي ده نوع من الفلوس. اثنين، كفاية مقابل الوفاء ان قيمة الشيك لازم يكون كفاية انه يسدد قيمة الشيك. مقابل الوفاء قابل للتصرف، قابل للتصرف فيه، اقدر الراجل ده يقدر يدي الشيكات لاي حد ولا ما يقدرش؟ يقدر. ساحب الشيك يا اولاد هو المسؤول على انه يثبت انه له رصيد في البنك. عبء الاثبات يقع على مين؟ على الساحب، هو اللي يثبت ان عنده مقابل وفاء عند ايه؟ الراجل ده. يا اولاد تنتقل ملكية مقابل الوفاء لمين؟ للمستفيد. امتى؟ يوم ما الشيك يخرج من ايد الساحب يدخل في ايد المستفيد، اصبح ال 100,000 اللي في البنك ملك لده، من لحظة خروج الشيك من ايد ده لده، مش من ساعة لما ده يروح البنك، لا. ليه؟ لأن ساعة ما الشيك خرج من ايد ده لده، ده ما يقدرش يتصرف في ال 100,000 تاني خلاص، ما بقوش بتوعه. مش هو عمل شيك بيهم؟ يبقى مش ما بقوش بتوعه، ويبقى بقوا بتاع ده. وده لو ظهر الشيك لده، لو خد بضاعة من ده وظهر الشيك لده، أصبح ال 100,000 بتوع ده، فاهمين يا ولاد كده؟ وبالتالي يا ولاد ينتقل ملكية مقابل الوفاء لمين؟ للحامل، الحامل اللي شال الشيك هو ده أصبح ده ملك إيه؟ الرصيد، وهو اللي يقدر يتصرف في هذا الإيه؟ الرصيد. الآثار المترتبة على تخلف مقابل الوفاء، لو ده طلع شيك ومفيش مقابل وفاء، آثار مدنية أقدر أطلب يا ولاد تعويض ولا ما اقدرش؟ واقدر اثار جنائيه اقدر احكم عليه بالحبس، احكم عليه بالحبس او 50,000 جنيه غرامه او ايهما، ماشي؟ يبقى يا ولاد الحبس يبقى عقوبه جنائيه، الحبس او الغرامه 50,000 جنيه او اي منهما. اعتماد الشيك يا ولاد، ايه الفرق بين اعتماد الشيك والقبول؟ بص معايا، هيجي لك في الامتحان يقول لك اعتماد الشيك هو القبول. ايه الفرق بين اعتماد الشيك لا، الاعتماد الشيك حاجه والقبول حاجه ثانيه. بص يا اولاد، لما ده يدي لنا كمبياله وده يدي لنا كمبياله، ممكن ده ياخد الكمبياله ويروح لنا ويقول له اقبلها. اقبلها يعني ايه؟ يعني هاجي لك في التاريخ اللي مكتوب ده اللي هو بعد شهر اخد منك الفلوس، امضي بالقبول. مين اللي بيروح يا اولاد ياخد القبول؟ الحامل، الحامل المستفيد اللي معاه الورقه يروح للمسحوب عليه يقول له امضي لي هنا، بس الكلام ده فين؟ في الكمبياله. طيب ده كتب لي ده شيك، وده قال له راح للبنك قال له اكتب لي هنا ان ده مقبول. هل ينفع يا اولاد؟ ما ينفعش. ممنوع، القانون منع على المستفيد
انه يروح البنك يقول له اديني تاشيره ان البنك ان الشيك ده مقبول. امال ايه اللي ممكن بقى؟ ممكن ده قبل ما ياخد منه الشيك يقول له روح هات لي عليه تعهد البنك اللي احنا بنقول عليه شيك مقبول الدفع. بس مين اللي يروح البنك؟ مش المستفيد، صاحب الحساب هو اللي يروح للبنك ويقول له انا عايز منك شيك عليه تعهد بالقبول، يقوم البنك يديله شيك مقبول الدفع. ده اللي طلبه وراح نديه ليه ده؟ لكن ده ما عرفنا الفرق بين التعهد والقبول. القبول يا اولاد بيقدمه المستفيد للمسحوب عليه، لكن التعهد بيقدمه الساحب للمسحوب عليه. فهمتوا؟ خلوا بالكم من الحاجات اللي بقولها دي. التضامن الصرفي، يعني ايه التضامن الصرفي يا اولاد؟ يعني كل دول مسؤولين قدام مين؟ قدام ده. ليه بقى يا اولاد؟ لان كل واحد من دول خد حقه. مين الوحيد اللي ما خدش حقه؟ ده يا اولاد خد بضاعه من ده واداله الكمبياله، وده خد بضاعه من ده واداله الكمبياله، وده خد بضاعه من ده واداله الكمبياله. الوحيد اللي ادى وما خدش ده. وبالتالي كلكم كده ورطتوني يا اولاد الان. اقدر ارجع على اي واحد فيكم. فهمنا كده؟ ده اسمه ايه؟ التضامن الصرفي. يا اولاد التضامن الصرفي يتميز بالتدرج. يعني ايه يا اولاد؟ يعني صحيح ان كل دول مسؤول، كل دول خدوا بالكم اصبعي جاي من هنا، كل دول مسؤولين قدام ده في المدني. يقدر ده يرجع على ده او على ده او على ده او على ده او على ده، كل المدينين مسؤولين، اقدر ارجع لاي واحد. لكن هنا لا، الصرفي لا، لازم الاول ده يروح لده. الاول ما يقدرش يروح لأي واحد من دول إلا لما يروح للمسحوب عليه الأول، وإذا المسحوب عليه اداله ريفيوز ورفض، ساعتها يقدر يرجع على أي واحد يختاره من دول. فهمت حتى؟ ففي تدرج. فهمت التدرج معناه إيه؟ كمان يا أولاد عدم الانقسام. يعني إيه عدم الانقسام؟ يعني لما ده يرجع على ده، ده ما يقولوش احنا اربعة هديك الربع، لا، رجعت عليك اديني قيمة الشيك كاملة وانت ارجع بقى وقسمه مع بعضك. يبقى عندي قاعدتين، التدرج وعدم الانقسام. التدرج لازم اروح للمسحوب عليه الاول، وعدم الانقسام لما تديني اديني المبلغ بالكامل. فهمنا يا شباب كده؟ اه. بعد كده يا شباب عندنا الضمان الاحتياطي. يعني ايه الضمان الاحتياطي يا اولاد؟ هو ضمان اتفاقي يقدم عن شخص ملتزم اصلا في الشيء. بص يا اولاد الضمان الاحتياطي ازاي؟ اهو. واحد واقف، اهو شايفين الراجل ده؟ اهو ده ضامن ده. ده لما جه ياخد الشيك من ده، قام قال له معلش سامحني انا ما اعرفكش، انت اول مره تتعامل معايا، وانا اصلا مش بحب المشاكل وكده، فيا ريت تجيب حد انا اعرفه يضمنك. ها؟ فبيقول له تعرف فلان؟ يقول له لا. تعرف فلان؟ يقول له اه، الراجل محترم جدا. يقول له طب ايه رايك يضمن؟ يقول له ماشي. يقوم ده يمضي مع ده لده. فهمتوا بقى؟ اه، يبقى يروح ماضي، يبقى ده اسمه الضامن الاحتياطي. عرفتوا الضامن الاحتياطي؟ اني لو انا حبيت ارجع لده ما لقيتش الفلوس ارجع لده، واقدر ارجع لده على طول. ها؟ واحيانا الضامن الاحتياطي يا اولاد ده يكون خبيث شويه، يقول له لا ما تدخلوش ضامن، يقوم يقول له ايه؟ يقول له امتى ظهر لدى الكمبياله؟ وده يظهرها لي. مش انت عايز مني بضاعه وهتديني الكمبياله؟ اه، ظهرها لفلان وخلي فلان يظهرها لي. يبقى ده دخل هنا. ها، فهمتوا بقى يا ولاد كده؟ يبقى ده راح مدي لده وده راح مدي لده. اه، وصلت؟ فهمتوا الدايره دي كده؟ اه. محل الضمان يا اولاد، الضمان قد يكون لشخص معين وقد يكون لجزء من المبلغ. خدوا بالكم، بابل شتا هو السؤال اهو، هل يجوز الضمان الاحتياطي لجزء معين من المبلغ؟ ايوه يجوز. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طب حضرتك؟ نعم. لا لا، ده اوراق تجاريه. الترم الرابع؟ لا، ده الترم السابع. يعني معلش، معلش عشان دي كبيرة ان شاء الله. شباب معايا كده؟ يبقى بيقول ايه يا شباب؟
احنا بنقول يا شباب ها؟ هل يجوز للضمن الاحتياطي انه يضمن لواحد معين مش للكل؟ طبعا هو داخل يضمن لواحد معين. هل يجوز يضمن لجزء من المبلغ؟ يجوز. ان انا مديون ده مديون لده ب40,000 والشيك ب100,000 انا بضمن ده بال40 اللي عليا، يجوز. فاهمين يا شباب كده؟ طبعا ساعتها ده هياخد 40 منا ويرجع لاي حد بال60. حصل حاجه ايه مش فاهمها؟ ده معاه شيك بكام؟ ب100,000. ده داخل ضامن ب40. ما هو ده لو رجع ليه ده ياخد ال100,000. لو رجع ليه ياخد من 40 100,000، ياخد من 100,000. ده بيقول له انا في 40 اهم هاتهم، ويبقى في عليا 60 ارجع لاي واحد في دول اخد ال60 بدل ما ارجع على اي واحد اخد ال100 اديني ال40. فاهمين يا ولاد؟ يجوز جدا الضمن الاحتياطي يبقى بالجزء. التزام الضامن الاحتياطي التزام صرفي زيه زي اي واحد، طالما وقع الكمبيالة التزام صرفي. الضامن الاحتياطي يكفل المدين المضمون، هو داخل يضمن سين يبقى هو بيكفله. ماشي. علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون، اذا الحامل رجع على الضامن الاحتياطي يقدر خد منه المبلغ، لان التاني ما كانش خد المبلغ معين، خد منه ال100,000 كلهم يقدر. طب الضمن الاحتياطي يرجع على المضمون اللي هو داخل ضمنه يطالبه ب100,000. يعني ده بعد كده يطالب ده ب100,000. شباب معايا؟ مركزين معايا ولا لا؟ بعد كده يا اولاد عندنا الشيك المسطر والشيك السياحي. ايه الشيك المسطر؟ الاصل يا اولاد ان اي حد معاه شيك يروح البنك يقدم الشيك ياخد منه فلوس. لكن يا اولاد لو حطينا على الشيك اهو، لو حطينا عليه شرطتين كده او شرطتين كده او شرطتين كده، يبقى الشيك ده اسمه شيك مسطر. ما ينفعش البنك يطلع الفلوس في ايد حد، لازم يحط الفلوس قيمه الشيك في حساب، لازم يحطها في حساب. لو خطين كده في اي حساب اللي جاب الشيك يحدده اي حساب. طب اذا الشفرين دول كده ومكتوب جنبيهم حساب رقم كذا بنك مصر، يبقى ما يتحطوش الفلوس، ما تحطش الا في الحساب ده. عرفت الشيك المصدر بقى ولا كده؟ ما يتحطش الا في الحساب ده بالذات. دلوقتي يا اولاد الشيك اداة وفاء بس. اسمعوا معايا في الكلام اللي هقوله ده. يعني لا يجوز ان انا اديك الشيك دلوقتي يا فرح مترخ شهر 3 واقول لك روح في شهر 3 وترخه فوق كده شهر 3. عارفة لو انا اديتك الشيك دلوقتي مترخ شهر 3 ها؟ خديه واطلعي على البنك النهارده واحنا في شهر 1 وخدي او في النهارده 1/2 خدي عليه ان مفيش رصيد ليا وتديني. ليه؟ لأن ما ينفعش حاجة اسمها في الشيكات مؤجل، الشيكات ورقة وفاء، الكمبيالة هي اللي مؤجل، اللي عاملها تاريخ، لكن الشيك طالما مضيت عليه واديتهولي إن شاء الله يكون مترخ السنة الجاية، أروح البنك دلوقتي أقول له لا تجيب فلوسنا تديني رفض عليه وأديله. إلا الشيك المسطر. الشيك المسطر والشيك الحكومي يجوز، هما الوحيدين لغاية دلوقتي اللي يجوز إن أنا أقول لك روح في شهر 3، طالما سطرته وقلت لك في شهر 3 يبقى ما تقدرش تروح الا في شهر 3. وصلت الفكره كده؟ بعد كده ايه الشيك السياحي ده يا اولاد؟ الشيك السياحي انا مسافر امريكا، وامريكا اول ما بنزل المطار بيستقطبني واحد من المطار، اول ما اخرج على الطريق المعزول يروح مقفل عليا بالعربيه ويقول لي هات لي تجربه كده. على طول دي معروفه كده مش كده؟ في امريكا كده. ماشي؟ طب انا اعمل ايه؟ انا معايا ½ مليون ربع مليون 250,000 دولار اروح امريكا اتفسح ولا اشتغل ولا اعمل حاجه، اروح على بنك تشيز مانهاتن هنا في جاردن سيتي واقول له خد لي ¼ مليون دولار دول واديني بيهم شيكات سياحيه. ايه الشيكات السياحيه؟ دفتر شيكات كده، حاجه ب 100 جنيه وحاجه ب 200 ده دفتر شيكات. والدفتر ده يا اولاد عباره عن الشيك عباره عن كده ومكتوب هنا فوق كده
مكتوب هنا التوقيع. ماشي هنا؟ او ما انا اقول له خد يا عم ال 100,000 جنيه دول واديني شيكاتي، اديني بقى مجموعه شيكاتي، ايش ب 100 وايش ب 50 وايش ب 10 وايش ب 10 الساعات اللي انا اطلبها، اللي انا بقى عايز بس دي. واروح بس في الدفاتر الدخوليه يا ولاد الشيكات دي كلها يا ولاد كده. واروح ماضي. عليها. قدامه في البنك. واخد الشيكات وامشي. واروح امريكا. لو حد سددني وخدها ولا هيستفيد منها حاجه. ماشي؟ طب انا عايز اصرف بقى، اختار مثلا الشيك ابو 100 دولار ده او 1000 دولار، واروح داخل للبنك واقول له انا عايز اشتريت البضاعه دي وادفع بالشيك ده، او اقول له خد الشيك واديني الفلوس، واروح ماضي قدامه نفس الانبا دي. يقارن الانبا دي بالانبا دي، يبقى انا صاحب الشيك ياخد مني الفلوس. وصلت الفكرة كده يا شباب كده؟ بعد كده يا ولاد، البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الكمبيالة. البيانات، في سؤال طبعا عن التقادم يا ولاد، مدة التقادم هرجعه لما اجيب التقادم كله مع بعضيه عشان بس ما تدوروش عليه. في سؤال سؤال من عن التقادم، انت انا قلت يرجع لما اجيبه مع بعضيه، الترتيب بتاعي احسن. ايه البيانات اللي واجب توفرها في الكمبياله؟ عادي بقى، ما احنا عرفنا كلمه كمبيال لازم، ماشي، اسم مبلغ الكمبياله، ايه كلمه كمبياله في الصدر كمبياله، مبلغ الكمبيالة، اسم المسحوب عليه اللي هو تاجر بقى مش بنك، اسم المسحوب عليه، ميعاد الاستحقاق. ما قلناش الكلام ده في الشيك، لان الشيك يفترض ان هو يستحق فورا، هنا في الكمبيالة ده الكمبيالة هتروح تاخدها بعد 3 شهور، ميعاد الاستحقاق. بعد كده يا اولاد مكان الوفاء، مكان واذا كان مكان الوفاء مش متحدد، شوف اسم المسحوب عليه من انهي مكتوب فين باسيوط بكده، يبقى الوفاء في مكان المسحوب عليه. شوف المسحوب عليه مش كان البنك في محمد فريد، يبقى شوف المسحوب عليه المكان اللي جنب المسحوب عليه هو ده مكان الوفاء. شرط الامر، يعني ايه شرط الامر؟ ادفع بموجب هذه الكمبياله. الف بيقول لي به ادفع بجيب، زي ما هنا واحد بيقول لواحد بيقول للبنك ادفع لفلان، ألف بيقول لي ادفع لجيب، شرط الأمر ادفع، اسم المستفيد ادفع للسيد جيب، اسم المستفيد، تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة اللي مكتوب فوق هنا، ليه يا ولاد؟ تاريخ التاريخ عشان أعرف مدتها، والمكان عشان أعرف لو في محكمة هروح محكمة، المحكمة المختصة فين؟ التاريخ والمكان. توقيع الساحب، لو مفيش توقيع امتى؟ ماشي كده؟ هل يجوز سحب الكمبياله بواسطه وكيل؟ ده كل الكمبيالات تقريبا بواسطه وكيل، هو يا ولاد الكمبيالات اللي بتطلع من المقاولين العرب، المقاولين العرب، في حد اسمه المقاولين العرب يا ولاد بيمضي على الكمبياله؟ ولا المدير المالي اللي بيمضي؟ ها؟ اللي بيطلع الشيكات اللي بتطلع من المحاريت والهندسه يا ولاد، بتمضيها المحاريت والهندسه نفسها؟ ولا المدير المالي ولا وبالتالي دول بيمضوا باعتبارهم ايه يا ولاد؟ وكلاء، هو وكيل محاريته الهندسه، هو وكيل، وبالتالي عادي عادي، ما الكمبيالات بتنظم الوكيل عادي. سحب الكمبياله لحساب الغير هو اللي غلط بقى. يعني سحب الكمبياله لحساب الغير معناه ان اللي مدين احمد عز، احمد عز وده مدير مكتبه، يقوم انت تيجي تقولي لي طب انا عايز كمبياله، اقول لك طب وماله؟ ما تعمل كمبياله؟ اكتب لها كمبياله، ده غلط. خدوا بالكم انا اللي مدين، هو اللي كتب الكمبياله وهو اللي مضاها، طبعا هيمضي يعني مكتب احمد عز، ماشي، هيكتب الكمبياله ماشي، ولما يحصل حاجه بقى يبقى يقول ده انا بس. خدوا بالكم انا ماليش اسم خالص وماليش مسؤول خالص، دي اسمها سحب الكمبياله لحساب الغير، هو اللي كانه هو المديون، كانه هو الاصيل. ها استغربت؟ مقابل المرتب اللي بياخده، بيمضي مقابل المرتب، ماشي. اه صحيح، انما مش في ساحب ومسحوب عليه ومستفيد، انما احنا ذنبنا ايه؟
اوضاع القبول يا اولاد في الكمبيالة. يعني ايه اوضاع القبول يا اولاد؟ اولا القبول يعني ايه؟ القبول يعني اللي معاه الكمبيالة، الراجل ده خد من الراجل ده كمبيالة، يروح للراجل ده، اصلا الراجل ده شاري من الراجل ده بضاعة وقال له هدي لك الفلوس بعد العيد. فهموا القصة؟ ده شاري من ده بضاعة وقال له هدي لك الفلوس بعد العيد. فده يا ولاد مش هنستنى بعد العيد، ده بنروح نشتري من ده بضاعة ونروح كاتب كمبيالة صيغتها كالآتي، ده ألف وده ب وده ج. السيد ج ادفع بموجب هذه الكمبيالة للسيد ألف أو للسيد ب 10,000 جنيه. فهمت بقى الحكاية؟ فهمت القصة؟ يبقى ده الساحب وده المسحوب عليه وده المستفيد. الكلام ده هترخله في 1/4 اللي جاي، احنا النهارده في 1/2، هترخله في 1/4 ده عشان يطمن. يعمل ايه؟ هيروح لده 1/2/2/2 يقول له اديني على الكمبياله ان اجيلك في 1/4 تديني الفلوس. عرفت؟ هو ده القبول بقى. القبول يا اولاد ده حر يوديها للقبول او يخليها معاه. هو حر، افرض هو مطمن هيخليها معاه، الان هيوديها للقبول. يبقى القبول يا ولاد حرية لمين؟ للحامل. إلا إن تقديمها للقبول شرط في حالتين، لما تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة من الإطلاع، مكتوب كده تستحق الكمبيالة بعد 15 يوم من الإطلاع، يبقى لازم ده يوديها ندى قبل ما يروح ياخد فلوسها ب 15 يوم، لأنها تستحق. تاريخ الاستحقاق مش تاريخ، تاريخ الاستحقاق بعد 15 يوم من الاطلاع، والاطلاع هو القبول. الاطلاع هو الايه؟ القبول. يبقى ده مضطر يا اولاد انه يوديها ولا لا؟ كمان يا اولاد قد تستحق الكمبياله في بعد مده من الاطلاع، وقد تستحق الكمبياله بمجرد الاطلاع. لو تستحق بمجرد الاطلاع يبقى ممنوع على لا يوديها للقبول. ليه؟ لان ده متفق مع ده انه يدفع في 1/4. لو انت رحت له النهارده في 2/2 تقول له امضي القبول، ما هو ده الاطلاع وهي تستحق مع الاطلاع، مع الاطلاع يبقى هي يبقى انت بتطالب بالفلوس، ما ينفعش. اذا كانت مستحقه بمجرد الاطلاع ما ينفعش تقدمها للقبول، اذا كانت مستحقه بعد مده من الاطلاع لازم تقدمها للقبول. وصلت الفكره كده؟ نركز معايا. اذا كانت الكمبياله تستحق بعد مده من الاطلاع، ها، لازم اقدمها للقبول عشان يطلع. واذا كانت الكمبياله تستحق بمجرد الاطلاع ما ينفعش اقدمها للقبول، لان تقديمها للقبول معناه اني بقول له هات الفلوس وهي لسه معاد الفلوس اللي احنا متفقين عليه ده جاش. قد تتضمن الكمبياله شرط تقديمها للقبول. الراجل ده اصلا قلقان من ده، فلما ادى لده الكمبياله كتب له عليها بشرط تقديمها للقبول خلال 3 ايام، يبقى ده مضطر انه يقدمها للقبول لان موجود شرط. عشان اتكلمت عن شروط وقلت لكم هنعرفها ساعتها. وممكن ده يكون قال لده ما تبعتليش حد، مش حمضي لحد قبول. قال له خلاص يا عم انت راجل زي الجنيه مش هتبعتلك حد. يقوم ده يشيلها لده ومكتوب عليها بشرط عدم تقديمها للقبول، يبقى ده ممنوع عليه. انا قلبت الدرس عشان تفهموها. اما تبقى مستحقة عند الاطلاع ما ينفعش اقدمها، اما مكتوب شرط عدم تقديمها للقبول يبقى ما ينفعش اقدمها، اما تستحق بعد مدة من الاطلاع لازم اقدمها، اما موجود شرط تقديمها للاطلاع يبقى لازم اقدمها. عشان اجيبها لكم مع بعضها. فهمت كده يا ولاد كده؟ بالنسبة للي معاه الكمبيالة، هقولها تاني. هو حر يقدم الكمبيالة للقبول أو ما يقدمهاش، يخليها معاه لغاية ما يجي الميعاد، هو حر. إلا عندنا أربع حالات استثنائية، اثنين لازم يقدمها واثنين لازم ما يقدمهاش. عرفت كده؟ ده بالنسبة للحامل. طب بالنسبة للمسحوب عليه، حر يقبل الكمبيالة يمضي عليها أو يرفض، هو حر. بس تخلوا بالكم ان توقيعه عليها بدل ده كان هو المدين الاصلي، بقى ده المدين الاصلي.
خلاص ده مضى بالقبول، يعني اقرب ان هو مديون ليلة، واصبح هو ده المدين الاصلي في الكمبيالة. فهمت يا شباب كده؟ شروط القبول عشان ده يمضي، الرضا ولا يمضي في دماغه مسدد؟ الرضا. السبب لازم يكون هو اصل المديون المحق، اللي هو قيمة المبلغ اللي مكتوب في الكمبيالة. الشروط الشكلية لازم يكتب كلمة قابل ولازم يوقع، ماشي كده؟ لازم يكتب قابل ولازم ايه؟ يوقع. لازم يترجح القبول، لان احيانا تبقى مستحقة بعد 15 يوم من القبول، يبقى يترجح القبول عشان نحسب 15 يوم اثار القبول. يصبح ده المدين الاصلي، ويصبح ده بدل ما كان المدين الاصلي مجرد ضامن زيه زي بقية الايه؟ الضامنين. وصلت الفكرة كده؟ صح. طب اذا ده امتنع عن القبول بقى، مرضيش يمضي، يبقى صاحبنا يا ولاد ده الحامل قدامه اربع ايام يعني فيهم حاجتين. الحامل قدامه اربع، اذا المسحوب عليه رفض، الحامل قدامه أربع أيام يعمل فيهم حاجتين: واحد يروح المحكمة يبعت الكمبيالة، ثاني مع محضر، والمحضر يروح للراجل ده يقول له خد الكمبيالة وهات الفلوس، ده يقول له أيوه هي صورة ما جاي امبارح قلت له مش هدفع، قال له يعني مش هدفع، ده الراجل اللي بيتكلم المحضر يعني مش هتدفع، لا مش هدفع، أنا فلان الفلاني محضر محكمة كذا، حضرت لفلان الفلاني وعرضت عليه الكميات اللي بحبها فلان واللي محمولة من فلان بمبلغ كذا، ورفض إن هو ويروح ماضي ويروح بدي الورقة دي لمين؟ للحامل. ده اسمه إيه؟ بروتستو. اسمه بروتستو عدم الوفاء. لازم يتعمل خلال أربع أيام من تاريخ الاستحقاق. خلاص كده؟ بعد كده يا أولاد خلال اربع ايام هم مش كده؟ خلال اربع ايام. لكن ده يبلغ مين اللي اداله؟ ده لازم ده يبلغ ده، يقول له الكمبيالة اللي انت اديتها لي الراجل ما دفعش، ولازم يبلغ الساحب اللي طلع الكمبيالة، يقول له الكمبيالة اللي انت كتبتها الراجل ما دفعش. خلال اربع يبقى يعمل البروتيسو، ولازم يبلغ الاثنين دول خلال الاربع ايام. ده اللي جاله البروتستو اللي جاله الاختار لازم يبلغ ده خلال يومين، يقول له الكمبيالة اللي انت اديتها لي الراجل ما دفعش. لازم ده يبلغ ده خلال يومين، يقول له الكمبيالة اللي انت اديتها لي، يبقى ده بلغ مرتين، يقول له الكمبيالة اللي انت اديتها لي الراجل ما دفعش. اذا ده عمل الحاجتين دول اصبح كده عمل اللي عليه، يقدر ساعتها يرجع على اي واحد من دول يقول له انا عايز فلوس الكمبيالة بالكامل والا هحجز عليك وجايلك المحل بتاعك. طيب بعد ما الواحد من دول دفع يقدر يرجع على مين يا ولاد؟ يقدر يرجع على زمايله. السند يا ولاد ما بيختلفش كتير عن الكمبيالة ولا عن الشيك، بس السبب مشكلته انه مش زي الشيك والكمبيالة. الشيك والكمبيالة كم طرف يا ولاد؟ ساحب ومستفيد ومسحوب عليها. الكمبيالة كده والشيك كده. طب امال السند؟ الإيصال يا جماعة، واحد كتب لواحد إيصال، هم طرفين في المدينة، ماشي؟ استلمت انا من فرح كذا وتعهد ان ادفعنا يوم كذا، بس الميزه الوحيده اللي فيه ان هو قابل للتداول، بدل ما فرح تدفعهم لي انا اشتري بضاعه من نور، والورقه تبقى فرح تدفع من نور تشتري من نور وهكذا. فهمت يا شباب كده؟ ايوه بيبقى تعهد، ماشي كده؟ اشكركم، تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح كامل. اما الزواج